3 2 1 رحنا على اللايف يا سيدي. اهلا وسهلا، السلام عليكم. لا تشوف هالشيء هذا واش حرزنا مازال. Hopefully, you are always healthy and happy. In this video, I'll give you a cool cinematic background recommendation that's perfect for your movie. Don't forget to press the red subscribe button and turn on the bell image. اهلا وسهلا بكم متتبعي صفحه مغاربه كندا ماروكان دي كندا. لحظات واحنا معكم مع الضيف الكبير غني عن التعريف. ابقى علي انت بدي كبير كبير، ابقى علي ما كاين ما متفقش مع الكبير. واللي كبير كبير واللي راه كل حاجه ديال مولاي السي حسن. وياه هذه الحاجه اللي باش زوينه، الحاجه ما كناخذوهاش حنا، الناس كينعتونا بها، وهذاك هو هذاك هو البوفوار، هي الحلاوه ديالها. والحمد لله. اذا اهلا وسهلا بكم متتبعي صفحه مغاربه كندا ماروكان دي كندا في لايف جديد، معكم هشام كماع في انتظار سي حسن بلي غادي يقاد شي حاجه. احنا معكم ان شاء الله. دير اسيدي دير، راك ضاوي عند السي حسن، راك ضاوي. اهلا وسهلا. اذا اليوم كيف شفتوا عنوان الحلقه، فمعنا ضيف من يعني ضيف من النوع او اللي غادي نقولوا من الطينه يعني كبيره، الموديل الموديل زين. مع السي حسن تيبان لي ما غاديش نمشيو داك الشيء وهذاك، ولكن هذه حلاوتها السي حسن تبارك الله عليه. فتنشكروه جزيل الشكر على القبول ديال الدعوه ديالنا، وحنا تيحصل لنا شرف كبير باش يكون في الصفحه معنا بطبيعه الحال، بحكم انه اول حاجه مغربي كندي، كندي يعني ساكن من اصول مغربيه، ساكن معنا في كندا بمونريال بالضبط. وهذا نهار كبير اللي غادي نستضفوه، وقبل ما ندوسوا التعريف ديالو قبل ما نتواصل معاه، فهو يعني استضفناه بخصوص كيف شفتوا في العنوان كانطلاق ديال واحد الفيلم اللي كيتعرض حاليا في القاعات السينمائيه، اللي كيعرف المشاركه ديال السيد حسن الفد في طريقه مغايره طبيعه الحال في التمثيل، وهذا اللي غنتعرفوا عليه مع الضيف ديالنا الكريم. سي حسن اهلا وسهلا بك. اهلا وسهلا، مرحبا بك، مرحبا بالاصدقاء وخصوصا المغاربه ديال كندا والمغاربه اللي كيتابعونا من جميع اقطار العالم في الصفحه ديالكم. الله يبارك فيك، الله يبارك فيك سي حسن، وحنا جد سعداء باش نكونوا معك في هذا الحوار هذا. قبل ما ندخلوا للمسار الفني والمهني ديالك سي حسن، نقدروا نعرفوا عليك واحد نبذه شخصيه. انت ابن مدينه الدار البيضاء على ما اظن، ياك سي حسن؟ انا قبيله خلال الدردشه جبدنا الحي المحمدي وشي لعيبه هكا. لا انا خلقت في دار السلطان، دار جميله. اوكي. عين السبع. تبارك الله عليك. وكنخدمت في الحي المحمدي. داكور. تبارك الله على السي حسن. اذا اليوم كيف كتعرفوا وشفتوا مؤخرا، فكاين واحد الفيلم يعني دائع الصيت ديالو، واللي كاين في جميع القاعات السينمائيه بمقاطعه كيبيك، واللي هو فيلم بالفرنسيه يحمي العنوان لي فيوتشوم، واللي كيشارك في التمثيل ديالو الفنان الكبير السيد حسن الفد، وكذلك للمقاطع ديالو تسجلات بالمغرب طبيعة الحال بمنطقة إمسوان بالضبط بضواحي أكادير. سي حسن قبل ما ندخلوا ليه، اسكو تي بريفير نشوفوا واحد النبذة عليه، واحد 30 سكوند ولا 1 مينيت؟ اه مزيان. ياك؟ اوكي، إذا غادي تبقاو معنا، غادي نشوفوا فقط واحد النبذة على الفيلم. واحد النبذة إشهارية قصيرة. Depuis que je suis petit gars, j'arrête de te battre. Non, j'ai plus la force pour ça. Un champion, ça reste un champion. Hey, deux vieux chums, je suis content de vous voir ensemble. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi t'es rentré au bercail? T'as pas cette tête-là. Tout le monde meurt un jour ou l'autre. Toute ma vie, je me suis demandé si j'en avais un père. Si t'as su à brosse ou ben en voyage ou.
train de courir après un autre blonde. C'est drôle, je la regarde, puis elle me fait penser à Isabelle. Ouais, pas de drame. J'ai vécu la vie que je voulais. Isabelle, t'es pas mal la fille la plus extraordinaire que j'ai connue. On change les plans. Ouais, je suis pas prêt, moi. J'ai besoin de préparation, là. C'est ce qu'on a passé notre vie à faire, là. Freaking. Moi, je suis pas venu ici pour me faire faire la morale. Ça y est, c'est bien ce que je pense. اذا كيف شفتوا فهذه كانت واحد النبذه اشهاريه يعني على الفيلم اللي هو ليديوس هوم كيف شفتوا في الشاشه. اذا سي حسن الفد قبل ما نشوفوا الفيلم قبل ما اطرح لي السؤال لا باند انونس فيها بيانتو في السينما دابا راه كاين في السينما هذا هو اللي خصنا الناس يعرفوا بان كاين غير دابا مع الحجر مع لو كونفينمون الناس مشاو لهم لي ريفلكس ديال السينما وهاد الامور السينمات محلولين في كيبيك كله كاين اجراءات احترازيه كيتبعوها الناس السينمات محلولين والفيلم مبرمج اظن انه في الاسبوع الثاني واقيلا ديالو ولكنه موجود غير راه خص اللي بغى يشوفو خصو يمشي بسرعه ننسى هاد القضيه يحاول يمشي في هاد الايام هذه لان غدا غيتبدلوا الافلام هو غادي يبقى في عدد ديال القاعات في موريال مدن كبيره اكيد انه غادي يبقى مده ولكن غير مضمون انه يبقى يعني في جميع النقاط ديال اللي موزع فيها اترافير لو تيريتوار دو كيبيك دونك لي جون كي سون انتريسي كي فول الي فوار لو فيلم الي فيت لو فوار سي ان اكسيلون فيلم دونك ما ترددوش ما تقولوش راه غادي يدخلوا الافلام الامريكيه غيجريو على كلشي وهنايا من خلال الدردشه كان عندي واحد الطلب بسيط للسي حسن الفد لان قال لي بان هذه المساله ديال الافلام ان فوق يدخلوا الافلام الامريكيه يعني غادي يتبدلوا لفيلم ايفيدامون داك الشيء فطلبنا منه واش ممكن نقدروا نديروكم ان ان ايفينمون ونديروا واحد خرجه حنا بيناتنا المغاربه ونمشي لواحد السينما معينه ونقدروا نتلاقاو بها مع السي حسن الفد ونديروا معاه تصورات ونشوفوا ربما الا كان ممثلين او المخرج ما عرفتش انا كيفاش الصيغه ولكن اقترح حتى على السي حسن وزعما الصراحه هذه فكره ايضا ديال بهيجه السوسي وسامويل غانيون اللي هما المنتجين ديال الفيلم ديال ديال اوبجيكتيف 9 لا سوسيتي اوبجيكتيف 9 فكره ديالهم ان نديروا شي عرض بشكل تلقائي مع المغاربه ديال موريال انا نمشي مثلا نحضروا كاملين ونشوفوا العرض شوفوا الفيلم كاملين غادي يكون هما اقترحوا عليا السينما ديال بوبيان السينما ديال بوبيان يمكن من بعد تعطي التفاصيل ديال تخلق ان ايفينمون فيسبوك على باش اللي بغى يلتحق بينا نعطيوه التوقيت والقاعه والحصه اللي غنكونوا فيها نديروا شي لقاء ان شاء الله في لو بارك يا اون فاس يا بارك اون فاس دي سينما نديروا اون رانكونتر في البلان اير الى بغاو الناس الى غادي يجي واحد العدد اللي كونفيرما انه غادي يجي لان كنظن القاعه كبيره شويه غتقدروا يعطيو رغم الاجراءات ديال التباعد غادي يكون فيها شويه ديال البلايص اكثر من القاعات الاخرين نقدروا نجيبوا المخرج يدير جلسه مع الناس هو يعني انسان يعجبو الحال يتلاقى مع المغاربه يتناقش معهم نتلاقاو بيناتنا نهضروا على الفيلم نهضروا على حوايج اخرى المهم فرصه اننا نتشوفوا اننا نتلاقاو باش نشوفوا الفيلم لان الفيلم جميل جدا مؤثر جدا الفيلم يعني ماشي حيت مثلت فيه لان انا نبغي نمشي نتفرج فيه وعنده واحد كيتطرق للمغرب واحد الزاويه جميله ماشي فيها مدح او اطناب او هاد الامور هذه واحد الزاويه جميله يعني لا المغرب كاشخاص كناس كدينيه كمجال طبيعي كسخاء كسماء كبحر يعني وحاضر بواحد الطريقه زوينه المغرب في الفيلم والفيلم رغم انه درامي ولكنه خفيف وعنده واحد الايقاع
جميل، الناس اللي خرجوا منهم متأثرين بزاف، وكيمرر واحد العدد ديال القيم الإنسانية جميلة اللي هي كيتطرق لها بزاف هذا المخرج كلود غانيون. هي مواضيع إنسانية، الموضوع كيتكلم على الصداقة، كيتكلم على كيفاش صاحبك، كتعرف العبارة عندنا في المغرب ديال صاحبك كطيح معاه في البحر. وي كنظن بأن ما كاينش شي قصة شي فيلم كيجسد هذه القيمة ديال 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 الإخلاص في الصداقة بحال هذا، بحال هذا الفيلم رائع وخا درامي ولكن مصوب بالقلب. والناس اللي مشاو ليه الأغلبية التعاريق كلهم لي لي كيبيكوا، والناس اللي كيهتموا بالسينما مشاو وشافوا الفيلم وديروا لهم غاربة. أنا جو عندي طلعوا ليا تعاليق من عند إخواننا المغاربة اللي مشاو شافوه، يعني كل شيء يجمع على أن فيلم مؤثر جدا جدا. وهذا هو الأسلوب ديال كلود غانيو، هما أفلام إنسانية، قضايا إنسانية كبيرة ولكن كاينة فرجة، هذا هو اللي زوين. وكاين واحد غادي تشوف الممثلين داك الشيء رائع رائع، عندهم واحد الأداء واقعي راه بحال اللي جالس معاهم. عرفتي حنايا في المغرب وفي الجنوب، مناطق الجنوب البحر الأبيض المتوسط، حركيين وديناميين وعندنا عواطف جياشة، وكنتكلموا بكوريغرافيا كبيرة، وكيخصك تدخل على مستوى التشخيص على مستوى التقني، وتدخل في حد الأسلوب ديال الأداء اللي هو مرهف، كيأديو بواحد الطريقة مرهفة ولكن غير مملة تماما. كاين واحد الرتابة جميلة في الفيلم، ما بغيش نبقى نشكر فيه بزاف، خصكم تمشيو تشوفوا لان غادي يقول لك راه شكر عروسه خالته، راه يمكن الناس تمشي بالاسر ديالها. فيلم جميل مؤثر جدا و فوالا. الله يعطيك الصحه. هذه فقط غادي نعاود نرجعوا لها لتذكير فقط، هذه زعما فكره ديال انه نمشيو ان شاء الله الاسبوع القادم نهايه الاسبوع سواء غتكون السبت ولا الاحد. فسي حسن غادي يشوف لنا مع المخرج اللي هو سامويل غانيون وكذلك بهجة السوسي اللي هما واش يقدروا يكونوا في نعم منتجة المنتجة عفوا اللي هما يقدروا يكونوا ربما في القاعة السينمائية اللي غادي يتم تحديد ديالها. ولما لا، علاش لا نديروا لهم واحد الهيلالة مغربية، نمشيو نكونوا واقعيين. أول حاجة نمشيو بعدا نشوفوا فيلم، ثاني حاجة غادي يكون واحد إن رونكونتر أبري هاد الشيء اللي طرا لنا ديال الكوفيد وديال هاد ديستانسياسيون وهاد التباعد الاجتماعي اللي وقع من خلال هاد السنة اللي فاتت وهاد السنة هادي. وغادي تكون كذلك فيها واحد الشق آخر اللي هو جد جميل، ولما لا، لأن كيف كتشوفوا فهما من ضمن المنتجين كاينة بهجة السوسي اللي هي مغربية، كاين سي حسن الفد من الممثلين اللي هو مغربي تمثل المغرب، فغادي يكون شكون آخر سي حسن؟ هدى الريحاني. هدى الريحاني كذلك للدور، عرفتي واحد عندها قيل جوج ولا ثلاثة مشاهد ولكن أمبيجو نمبر وان، كتعرف هي في المحطة تدها كتخرج تبارك الله تبارك الله تبارك الله. وحنا فخورين بكم كممثلين وفخورين بالمنتجين ديالنا وفخورين بالسينما المغربية وكذلك المغاربة اللي تبارك الله فيما مشاو تيهزوا لنا الراس، وحنا تيجعلنا إلا نزيد نفتخروا بكم. وأقل واجب ديالنا هو أنه نمشيو حتى حنا لذوك القاعة السينمائية ونشجعوا الفيلم ديالنا، لأنه ما تنساوش تصوروا في السينما كاين واحد الفيلم اللي هو كيبيكي فيه ممثلين مغاربه منتجين مغاربه، وغيلقاو القاعه يعني فيها واحد العدد كبير ديال المغاربه، راه حتى هما غادي يحسوا بان كاين واحد التضامن في الفئه ديال يعني الناس ديال الجاليه المغربيه. اذا ان شاء الله تنضربوا لكم هذه المواعيد وغادي نرجع لكم بالتفاصيل ديال هذا اللقاء اللي غادي يكون في نهايه الاسبوع في السينما والتوقيت بطبيعه الحال ديال الباساج. وكذلك سي حسن قال لك ودي كاع قدام البارك، يمكن بغى يخلص عندنا القطبان ديال الكبده ولا شي حاجه قدام السينما. لا كنقول للراي للناس اللي كيتسالوك الراي انا تتبيعني بالراي واللي تيدير محلابه الراي مين فيه سي حسن؟ ويلي راه الثقه ديالي راه عندي ثقيله. اي واحد خصك تخلص له الراي، انت خصك ستيرنا ديال الراي. الله راه قلت لي واحد اختها قالت لي احلم حلابه بعد واحد جوج سيمانات شوف ولا عرفني على العنوان ديال الرايب. والله الا كنهضر معاك بالصح، كاين في جون طالون، كاين تبارك الله، كاين في لافال، كاين في موريال كوين ميري، كاين في جون طالون، كاين تبارك الله الرايب كاين موجود. لنعم سيدي السيرو ودير كيفي قاتلنا تيمورتن
هادو راه هادو راه بحال بحال سميتو بحال كبر الشعبيه بحال ملفي والرايب هادو ما راه شي حاجه اللي روعه والسيرو سيرو اكزاكتو الله يحفظك سي حسن. اذا ان شاء الله غادي نرجع لكم في يعني في هاد اليومين ولا ثلاث ايام ماكسيموم اللي جايه باش نديروا هاد ليفينمون هذا. اذا هنا غادي نرجعوا لسي حسن. يعني صراحه سي حسن كيف كنعرفوه منين عرفناه غادي نقولوا تقريبا هو البدايات ديالو كانت في 1999 قبل ما غادي ندخل لهاد التفاصيل هذه. ولكن كاين واحد التحول ديال سي حسن من الفكاهي الادوار اللي كنا تنعرفوا عليه كبور وعده ادوار اخرى فكنشوفوا حاليا في ليفيوتشوم يعني في التمثيل الدرامي. بغينا نعرفوا سي حسن هاد النقله النوعيه هاد التحول هذا كيفاش واش كان محض الصدفه او لا كان عن يعني عند دراسه او لا شاف التوقيت ديالو في المده الاخيره كنجلس مع المانجر ديالي كنقول له شوف عتيرا راه حبسني التمثيل الدرامي ولا كيحبسني كيجيني التمثيل الدرامي ويعني اللي عجبوني بعض المسلسلات اللي كيدوزوا في رمضان ديال الدراما ونضجات الدراما في المغرب يعني وكان مستوى كبير عند الممثلين في المغرب يعني ولا مستوى ولا سيناريوهات مزيانين ولا يعني يمكن انسان وثم كان رغبه شخصيه. وهذا الفيلم غريب انه طاح في واحد التوقيت ممتاز هو انني بغيت ندير السينما كيف كنت كنديرها قبل الفكاهه. فجاء اقتراح من عند اوبجيكتيف ناف شركه الانتاج سواء بهيجه او سمير باش نتلاقى مع المخرج. تلاقيت معاه عرفتي جلست معاه واحد 7 ديال الدقائق باقي ما هضرناش على السيناريو عرفت بان راه غادي ندير الفيلم لانك طقت في العالم ديالو العالم لان كاين واحد العالم منو كيخرج الفنان ومنو كيخرج التحفه الفنيه. هذاك العالم ديالو كان كافي وهو كانسان يعني كمعطى انساني وكمعطى فني قنعني يعني وكنت مطمئن انه هو كيف ما بغى يكون الدور. وانا ماشي مشكل بالنسبه لي الطويل قصير انت فاهم هذه المساله العباره ماشي في الطول او قصر الدور بل في طريقه الاداء ديال الدور كما تيقولوا الناس ديال المسرح ديال زمان ما كاينش دور قصير ولا دور طويل كاين ممثل كبير ولا ممثل صغير. هذا هو دونك جا في وقته يعني هذا الانتقال جا في وقته وانا كنت مبرمجو في دماغي. واش هاد التجربه هذه السي حسن اسكو ربما ما كتطرحش عليك الفكره ديال انه تستمر في شي افلام اللي يكونوا بطبيعه الحال افلام مغربيه او لا يعني تعيش شي تجربه اخرى وتكون يعني على سبيل المسلسلات ديالك وكذا شي حاجه اللي تكون خاصه بك انت كيف تعودنا عليك؟ دابا ملي خرج ليفيوتشام اقترحوا عليا المنتجين ديال الفيلم اننا نديروا فيلم سينمائي جديد وحنا خدامين عليه الان فيلم كيبيكوا كندي غادي نتكلموا على القصه ديالو من بعد ان شاء الله وحنا دابا في الاعداد ديالو غادي يكون ان شاء الله ثاني مشروع اللي كندير مع هذه الشركه وثاني مشروع كندير في كندا ولكن مره في دور رئيسي وفي يعني التدخل في السيناريو في ديال التطوير ديال الفكره الى اخره. الاخت بشرى قادوري قالت لك اودي دير معك فتيحه في الفيلم الجاي. شوف دابا قادوري قالتها كنسلم عليها قالتها باش تضحك ولكن احتمال كبير ان الممثله تكون حاضره في الفيلم احتمال كبير يعني من الاسماء اللي ممكن تكون حاضره. يعني حتى حاجه ما بعيده مع حسن ما نقدروش نقولوا واش كاين. هذا هو اللي زوين في المهنه ديالنا يمكن تحلم وما ديرش رقابه على راسك. نعم لا تبارك الله عليك تبارك الله عليك سي حسن وفريمو هذا يعني احنا فخورين بك كاحد افراد الجاليه المغربيه بكندا وكذلك فخورين بالانتاجات ديالك لان ما تنساوش فاش يكون واحد الفيلم هكا وتيشوفوا الكيبيكيين والكنديين بصفه عامه لان كتكون الترجمه ديالو ربما اللغه الانجليزيه او لغات اخرى فهو كيعطي واحد الصوره لان تصور طبيعه الحال في امس وان. هنا غادي نرجع لك سي حسن انا من المتابعين صراحه ديالك وفي امس وان شفت كنت لقطات ديال
ديال اثناء التصوير وكان دار في 2019، واش لان الظروف ديال الكوفيد اللي كانت منعتكم باش يخرج لهذا، او لا هي فقط يعني اشتغلت جميع الخرجات الافلام للعروض الاولى ديال الافلام اللي كانت مبرمجه في الموسم الماضي، لان كان طاح في الوقيته ديال الاغلاق اللي عرفها كيبيك وعرفها العالم كله، فتم تاجيل مرات حتى لهذا العام اللي فتحوا. تعرض في المهرجان ديال تيميس كامينغ، تعرض فيه، كنا مشينا للمهرجان، وتما انا تعرفت على السينمائيين الكنديين دي كيبيكوا بالخصوص، والسينما شفت افلام يعني مستوى عظيم جدا، مستوى عظيم. فهذا التاخر اللي خلى ان الفيلم ما يخرجش هو هذه المشكله هذه، ولكن دابا الحمد لله ما كناش كنتوقعوا انا شخصيا انه يتوزع بهذا الكم الهائل ديال القاعات اللي ما بين 50 و60 قاعه اللي مبرمج فيهم فيلم. انا ما سبقش ليا شاركت شي فيلم توزع في اكثر من 4 ديال القاعات، ولكن سي اكستراوردينير، سي كيلكو شوز زوينه. غادي نحاولوا كاع حنا نشوفوا، غادي نشوفوا الاخوان المغاربه ان شاء الله ديال السيمانه الجايه سواء السبت ولا الحد، غادي نشوفوا كاع شي دقيقيه ولا الناس نجيبوهم نفرحوا بسي حسن ونفرحوا بالمغاربه، واخا حنا صراحه راه بغينا غير نشطوا، توحشنا العلاسات وتوحشنا الزرادي. نديروا الفيلم سبه، الفيلم سبه فين غادي نتفرج بالفد بيوت وراه غادي نهيص غادي نشط وحتى نشوف التعاليق، كلشي تيهضر على حسن الفد كبور وحسن الفد احنا جايين فقط. عرفتي بحال فاش كتمشيو لشي عرس كيعطيك تغسل يديك في الاول، كيدير لك شي شطيضه ولا شي لعيبه بشويه بشويه، احنا غادي مع السي حسن راه جاي غادي نهضروا على الكبور هذه الدخله تيدير عليكم المزار. اذا السي حسن فريمون احنا فخورين بك وفخورين بالهدى الريحاني والاخت بهجه السوسي سامويل غاليون وكذلك جميع العاملين. راه ديالنا راه تنشوفوا معايا امي فيسبوك راه تيبان لي تحت شي طويجنات وشي تويجيت راه تيبان لي ميد ان موروكو الله عليه طبعوا ليه حتى مغربي صافي الحمد لله. وهذا يعني شيء اللي كيشرفنا. انا نهار لعبت العرض ديالي هنا في موريال والله العظيم درت به جوله في ليزيتازوني في اوروبا في المغرب عين السبع اللي لعبته هنا في موريال، واول حاجه خرجت لي قلت لهم انا فخور انني كون جزء من هذه الجاليه المغربيه ديال موريال، يعني راه الفخر متبادل، لان فعلا جاليه رائعه، وانا فرحان انه انا منتمي لها. وملي جيت نلعب في موريال جاي داصر، لان بحال لعب في دربنا فهمتي، لعب العرض لعبوا في دربنا جاي فرحان. الله يعطيك الصحه سي حسن، وحنا كذلك فرحانين. وكنشوف هنا السياسيين فكري وعده اسماء تبارك الله عليهم اللي كيطرحوا اسئله، فغادي نشوفوا المسار الفني ديال سي حسن، وربما في الاخير ان شاء الله غادي ناخذ واحد شويه لي كيستيون اللي غادي يجاوب عليها سي حسن بالمباشر، يعني غتكون انتراكسيون مع الجمهور ديالو. سي حسن بطبيعه الحال هنا هذا الفيلم يعني كان شي حاجه جديده بالنسبه لك في المسار الفني ديالك، كان واحد التحول واحد نقله نوعيه في التمثيل الدرامي، واللي الحمد لله تكلات بالنجاح، وكيف قلتي انت فهي خير دليل على ذلك التوزيع ديالها في عدد القاعات السينمائيه، واللي حنا ان شاء الله في الويكاند غادي نمشيو حتى حنا نديروا حقنا ونمشيو نشوفوا هذا الفيلم ونشوفوك على المباشر. السي حسن بغينا نعرفوه في الاول البدايات ديالو، بغينا نعرفوا السي حسن كيفاش بان، فين كان قبل. انا حسب المعلومات اللي عندي هو انه السي حسن يعني كان بان في اول سلسله فكاهيه ديالو في 99، وكان بان في رمضان، ولكن الناس العديد الناس اللي ما تيعرفوش هو ان السي حسن دوز واحد المرحله في هولندا. السي حسن بغينا نعرفوا كيفاش هاد قضيه هولندا، وكيفاش كنتي تشجع الكره وتتشجع هذوك الطواحين وداك الشيء، كيفاش هاد القضيه هذه؟ باقي فان ديال هولندرز كيما يقولوا الطواحين. لا هو انا واحد الفتره تقريبا المده ديال 10 سنين وانا كندير مشاريع مسرحيه مع المسرح المستقل ديال روتردام، لو تياتر انديبوندون دو روتردام، وكل موسم تقريبا كنا كنديروا واحد العمل اللي هما اعداد للمسرح، نديروا جولات، كل مشروع تقريبا كدار فيه شي 50 عرض في اوروبا.
درنا مثلا لا سيفيليزاسيون ما مير ديال دريس الشريبي الاعداد المسرح، درنا لوف ستوري ديال اعداد ديال اون بينا فيف ديال رشيد ميموني، درنا اوتيلو ديال شكسبير، درنا واحد العدد ديال الاعمال. انا تطلب مني انني ندير واحد الكتابه مع الزملاء ديالي والاخراج ديال واحد المسرحيه اللي لعبناها انفرا اورانيان سميتها بالهولنديه. ثم عاد جيت للمغرب ملي قررت انني ما نبقاش في هولندا، لان واحد الوقيته كنت غادي نستقر بشكل نهائي في هولندا ونعد الشيطان. جيت للمغرب، لا وفات ما كانش المشروع ما كانش مناسب للاسره ديالي، فرجعت جيت للمغرب عاد درت الفكاهه، عاد بديت كندير الفكاهه. اذا كانت هذيك هي ورا فاش جيتي عاد كانت الانطلاقه ديال حسن الفد كيف كان عرفوه. طبعا الحال كان حسن الفد على خشبه المسرح، ولكن الانطلاقه السينما يعني كما تقول الفرجه وهي المتعه ديالو كفكاهي على الشاشه المغربيه كانت في 1999 الا ما كذب، كانت خلال 12 حلقه كنتي درتيها ديال مع التلفازه المغربيه ار تي ام. اييه، ولكن قبل منها كان نينجا، نينجا يعني ملي ساليت العروض المسرحيه نينجا. العروض المسرحيه كان فيها واحد عدد ممثلين من المغرب ايضا، لان كانت في واحد المشروع سميتو ميد اوربس في، مدخلين فيه واحد العدد ديال المدن، اسطنبول، المغرب، الدار البيضاء، ليل، روتردام الى اخره. المشروع الاول اللي درت هو نينجا، هو وان مان شو قبل ما ندير التلفازه، غير باش نحطك يعني في الديبار ديال بصح ديال الفكاهه كان بدا في الخشبه. الله يعطيك الصحه السي حسن. وهنا غادي نطيحوا وراء هاد يعني فاش كيما نقولوا وراء 99 توالت الافلام ديالك، يعني الاعمال ديالك توالت وداك الشيء، الى لواحد اليوم اللي ظهر واحد العمل اللي هو دار بوم، اللي هو كبور والشعيبيه دار الدو. اللي هو ربما غادي يكون واحد يعني واحد الفتره من المسار الفني ديالك، لانه ما غاديش نقولوا قلب الموازين، ولكن اللي كان لقى واحد الاجماع كبير من المغاربه الداخل او مغاربه الخارج، حتى كذلك يعني نقاد السينما وغيرهم، اللي كان واحد العمل اللي جميل جدا. شاف عرفتي نسبه المشاهده ديالو في الجزائر؟ كبيره. كان طلب لي واحد فاش درنا الجزء الثاني، طلب لي واحد المنتج انني نشرف على الصيغه الجزائريه ديال الكوبي، وما عرفتش داك الشيء ما داش، ما عرفتش شنو وخر مع المانجر ديالي، ما كيشوفوه بزاف. انا كنتلاقى هنا دابا تزيريين توانسه، مشيت جلبت والبارح جلبت. هذا الجواب على الاخت حنان سولات قالت لك واش فاكسيني ولا مازال؟ راه باقي موضر، راه درت الدوزيام والبارح عرفتي ماشي، راه ما نعاودش لك ليكرون. دابا كتعرف كيقول لك راه غيجيوك لي سامبتوم، غتجيك راه يمكن تجيك هذه، يمكن تجيك هذه، يمكن تجيك هذه، يمكن تجيك هذه، يمكن تجيك. انا جاوني كاملين حقره هذا كان يدير مني وكنسلم عليه، كيقول لك راه انا هذا عرفته فنان كذا من هنا الى اخره. ما تيشوفوا حتى لي ماغريبان تيشوفوا لا سيغ. كمل السؤال ديالك سمح لي. بيان سيغ. دونك هنا بغينا نجيو هنا هذا السؤال هذا اللي تطرح عليا فاش درنا لافيش، وعديد من الناس بطبيعه الحال كان غادي، ما غاديش نشوفوا فقط الجانب السلبي، غادي نشوفوا بعدا اولا الجانب الايجابي اللي هو يعني الى غفلتي واحد الحياه اللي كاينه، واحد الواقع ديال الباديه وديال يعني دي شوز اللي هما ماشي اصطناعيين وانما طبيعيين، وهذا ربما هو سر النجاح بطبيعه الحال بالفضل ديال الحنكه ديال الممثلين اللي كانوا منهم تا، وكانت الفنانه بوطازوت كذا. ولكن السؤال اللي ترجع لكل شيء، علاش ما عاودناش شفنا كبور وشعيبيه الا ما كانش شي حرجه سي حسن؟ جوستومون جيم بيان ليكسبرسيون ديال الحرج، علاش غادي يكون الحرج؟ لان شوف العديد كاين، كنت نشوف لي كومونتير وحتى دابا لي تبقى لي كومونتير تيقول لك سولوا علاش راه ما جاوبش مثلا، او لا كيتهرب من هذا الجواب، او لا او لا. انا بطبيعه الحال وعلاش ما غنجاوبش هذا السؤال؟ هو سؤال طبيعي، ولكن مزيان انه تطرح بهالطريقه، لان بين بان واحد الوقت تخلق الحرج
تخلق أقول تخلق الحرج حول السلسلة وحول عدم استمرار ديالها في الصيغة ديالها الأولى، باش نوريك الجو اللي كنت كنعيشو في ذاك الوقت، هو جو غير صحي تماما، لا من الناحية المهنية ولا من الناحية الإنسانية. ولكن اللي خص الناس يعرفوه هو بحال واحد المرة كنشرح معركة واد المخازن لولدي، يلا تكلمت للأصدقاء عليها قبيله، قلت ليه دابا ما تصورش ما تقولش ربحنا معركة واد المخازن، تصور كون خسرناها كان احتمال أنه أنت وأنا اليوم نكونوا مسيحيين. خاص تشوف ديما كل حاجة العكس، وتخيل كون درنا الجزء الثالث ديال الكوبل، هذاك اللي كيقول لي اللي كتكتب لي بعض المرات خطاته الشعيبيه والله يضربوا الخلا وداك الشيء، هذيك البريه اللي كتبت هذيك اللعيبه ملي غنديروا لها الجزء الثالث ديال الكوبل غتقول لنا وحماضيتو كنتو تخليه غير في ديك الجوج ديالو حلوين. حنا اش درنا اليوم؟ خلينا الكوبل في الحلاوه ديال الذوق بعزو. لا فهمتي كيقول لك كبور بلا شعيبيه، حتى الشعيبيه بلا كبور راه مستحيله، نجربوا شي واحد يجرب. خصنا نشوفوا داكشي اللي ما دارش كون دار اش غيعطي. شوف الجزء الاول حنا ثلاثه الناس كتبناه في شهر بحال هكا، جينا نكتبوا الجزء الثاني اصلا ما كانش غادي يكون، حنا ثلاثه الناس سميره هيشيكا هيثم مفتاح وانا، كتبناه في 3 شهور، سلسله ديال 30 حلقه ديال 3 دقائق في 3 شهور. علاش؟ لان بداو كيتقاداو الافكار ديال جوج الشيبانيين اون ويكلو سادين عليهم في واحد الدويره ويتناقلوا بيناتهم. بدينا كنقولوا هذه راه درناها، الاخرى راه كتشبه لديك هذا، هذه الكلمه سبق ليه قال هذه الفكره وقع عليها، وحنا نوليو في 3 شهور ديال الكتابه. بمعنى ان لو كونسيبت التصور بدا كيتقاد، لي كون فورسينا الجزء الثالث غنا غنكونوا حامضين. هذاك الشيء علاش اليوم كبر الشعبيه باقي حلوين في الاذهان ديال الناس، لان جوستومون ما درناش لحسن الحظ ما درناش اللي سميتو الجزء الثالث. اذا هذا كان قرار استراتيجي، كان حاولنا واحد المنتجه طلبات انني ندير جزء كامل الى اخره، قلت لها نقدروا نحلوا شويه ما نبقاوش غير تما، راه تقادرنا المواضيع نمشيو للمدينه وتجي الشعبيه ونمشي الي روتور. فالمتدخلين ما عجبهمش الكونسيبت، قال لك نبقاو في العربيه اللي نكتبوه وانا نجي نمثل، راه ساهل فهمتي ساهل، انا ما كنكتبش تحت الطلب فهمتي، كنكتب بالكانا وما يمكنليناش اللي كون درنا الجزء الثالث تكون على يقين اليوم الناس كلهم كنا غادي نقتلوا ذاك الكونسيبت نهائيا، كنا غندفنوه. وبطبيعه الحال حنا يعني نفس حنا ك يعني متتبعين، وهذا دائما كنشدوا الحاجه الاخرى يعني الحاجه الخايبه، ما ربما كان كون جا الحلقه الثالثه غادي نساو الاولين. ما عارفينش الصعوبات ديال الكتابه، كيتحاب لي مكبر لانه عربي كيتكلم على سجيته، هذاك الشيء اللي تيخرج راه ساهل، ماشي ساهل هذاك الشيء اللي تنكتبو صعيب بزاف، راه كاين اصناف اخرى فنيه وتلفزيونيه تقدر تكتبها بحال الريح، ما كنبخسش الاصناف الاخرى، ولكن هو معروف في العالم كله ان الفكاهه من اصعب الاجناس الفنيه والادبيه اللي يمكن تكتب فيها، وخصوصا الصنف ديال الكوب اللي هو لو ويكلو، يعني خلف الابواب المغلقه، جوج شخصيات ما عندهم حتى حاجه اخرى في مكان مغلق، وخرج منا 90 حلقه، احنا 60 خرجنا غير بزز. تبارك الله عليكم، وهذا تنظن جواب يعني صريح وما فيش ادنى يعني يكون صريح، كانوا مشاكل اخرى مهنيه نعم واخلاقيه اللي كتوقع في جميع المشاريع الفنيه كيوقعوا بعد هذا. بعض المتدخلين في الكوبل ما كانوش في المستوى، ما تتكلمش غير على الممثله، بعض المتدخلين في الانتاج اللي كان عندهم سلوك شويه ما عجبنيش. انا عندي واحد النعمه عطاها لي سيدي ربي، هو اختار مع من نخدم
تصور كاين اللي ما تيختارش مع من يخدم فهمتي وال وما بغيتش نكمل اقترحوا عليا الملايين يعني ديك المداخل الخياليه باش ندير جو اجزاء اخرى ديال الكوبل وما درتهاش لان ما كاينش غير الفلوس في المهنه ديالنا كاين حتى الاعتبار اللي كتعطي لنفسك كاين حتى الاحترام اللي كتحترم نفسك كاين حتى الله اكبر اسمح لي كاين حتى انا قلت الله اكبر انا كندير الاخلاق والقيم والمبادئ اكزاكتلي ربي عطاك واحد النعمه ديال الاختيار وخصك تكون في المستوى ديالها قبل شي انا منفي الانتاج يجي مثلا من داك النوع اللي غيجي يسب ويعاير ووقف التصوير هاد الامور هادي انا حرام عندي انا في التنظيم المهني ديالي فهمتيني ما يمكنش انا قبل انا في قهوه الى شي واحد غوت على غير على السربان قال لي كلام طايح كنظن نغوت غير معني شخصيا ولكن معني اخلاقيا ان ما كاينش انا عرفتي في يعني في السن ديالي دابا في المستوى ديال المشوار ديالي المتواضع جدا يجي تخدم مع شي واحد ويطلع لك المهنه ديالك في راسك عرفتي كي غتولي انا هو اللي خايف منه دابا هو تخدم مع شي صغير يدير لك شي تبلبيله في دماغك ويكرهك في التمثيل ضرب لك كلشي في الزيرو وهما موالفين داك الشيء الباس قالوا حي الضرب ديت وانا عندي مقاربه قاوريه للخدمه كنبغي نقتسم النجاح وكاين بنادم اللي عنده عقليه الهيمنه والتحكم وانا ما يمكنش لي نخدم انا بهذا بحال هاد الشرف انا ماشي زوين انا ما بغيش نبان زوين كنهضر معاك مطلوق انا ما كنذكرش الناس الاسماء ديالهم كنحاول عليهم اقسم لك ماشي من الكبار سي حسن ماشي من الكبار هضروا فيا بعض الزملاء في المفهوم العربي الكلمه هضروا فيا اقسم لك بالله لا حرجوني ما بغيتش نجاوب من غنمرمد لك بنادم اعلاميا وانا شوف انا راس ناعس فيا واحد مشرمل ناعس اقسم لك بالله الا كندير واحد المجهود كبير باش نكون جنتلمان مجهود كبير خليه ناعس لا يفيقش الى لا تبدا تسماطشي في كتقول صافي خدام راه كاين ولاد الناس كاين معاهم تخدم كاين معاهم يعطى الله الخير طبيعة الحال شوف عزات عزك السي حسن كما تنقولوا والله العظيم ماشي عنده للاسف ماشي لله الصرامه مع راسي ومع البشر لانه واش كيديروا كيهبطوك لتحت يحطوك في الحموضيه بلا ما هما ما عندهم ما يخسروا ما عندهم ما يخسروا يحطوك في الحموضيه والناس يخليك قدام انت اللي باين انت اللي في الواجهه الواجهه وي وانا ما خليتهمش يتحكموا فيا ما خليتهمش وما غنخليهمش وهذا هو هو الاهم لان سي حسن ديك المسيره راه ماشي جات وليده اليوم او لا وليده واحد السلسله او لا واحد يعني واحد الفكاهه ديال الكبور او لا ديال الكوبل او لا وانما راه وليده ديال سنوات انا فقط تنتحدد لك غير على عندك 99 دابا راه مسار كبير الناس كيعرفوا غير حسن الفد بحال لونترينور كيعرفوا لونترينور اشنو داك الشيء حامض راه وكيخرجوا عند واحد الذهنيه ديال انت جاي باغي تقسم النجاح وبنادم جاي باغي عطي داك بنادم كيبغي ياكل لك العظم ديالك وياكل لك ماشي مساله الفلوس مساله ديال العلاقات والاخلاق انا الفلوس ما كنخلصش مبتدئين بعدا واحد نفتح واحد القوس لانه كيقولوها الناس وما تيصحوش ليهم تيقولوا ما خلصش الممثله حقا واش انا كنخلص الممثلين انا بحال الممثلين تتخلص من نفس وحتى واحد ما كيصحح هذا الخطا هذا الشيء لما كانش هو اللي كيطلقوا ولكن انا كنظن با هشام خصني نكلاشي شي خوش شي ما حيت ما حد ساكت وما كيقولوا راه يفكرش في العجينه ولا هو انا كيعجبني الحاجه الواعره اللي هو السكات حيت الكلاش ساهل خصوصا بنادم فيه ميت كلاشه
وي ترى على الواقع ديالهم، على الواقع ديالهم، بلا ما نزيدوا بلا ما نقصوا، وما نهضروش على الحياة الخاصة ديالهم. اكزاكتومون اكزاكتومون سي حسن. وهذه مادام ذكرتيها سي حسن، اي تمرين وهاد القضيه دابا مادام ذكرتيها، انا لان كنت شفت شي فيديوهات وكنت شفت شي تعاليق يعني ممثلين كانوا في بلاطوات ديال الصحفيين، ضيوف على صحفيين، وكانوا تيهضروا على هذه المساله ديال الخلاص الكاشي كما تنقولوا ديال الممثلين. وكان كاين اللي تيقول لك بانه تياخذ اعلى اجر، كاين اللي تيقول لك اودي راه الكاشي انك انت كترفيزي ولا كذا. ولكن كيف تنقولوا الواحد اللي عاقل خصو يسمع كلا الطرفين. شفت بلايص اخرين الناس اللي قالوها، وقالوها زعما بكل صراحه، وانت قلتيها في المغرب، بانه يعني نتوما كاين واحد لا ستريكتور حسن الفد، وي تقدر يقترح مثلا الممثلين اللي غيشوفهم يكونوا معاه حسب هذاك الادوار، ولكن توسكي كما تنقولوا الكاشي او الواجبات، فكاين الناس اللي هما في المانجمنت ديال في الستريكتور ديال الشركه اللي كاينه في المغرب، هما اللي تيتكلفوا بهذه الاشياء. او لا سي محمد، سي حسن، انا الحمد لله انا كنخدم بروفيسيونيل. شوف انا كنخدم بروفيسيونيل وبعد ما عارفينها فهمتي، انا كنخدم شوف انا باش نسهل على الناس، لان باش تفسر الامور كلها، طريقه التنظيم الاجرائي والمالي والاداري ديالنا ما كنخدموش بنفس الطريقه. وهما عارفين ان الناس اللي كيلقاو عليا الشبهات مثلا ديال الفلوس وكذا، عارفين بان الجمهور ما عارفش، ما فاهمش كيفاش حنا كنتنظموا حرفيا ومهنيا. انا كان كنشتغل مؤسسه محترفه كتخدم بعقود، وكت غنقولوا كتبيع، لان كنهضروا على الفلوس التجاره، هذا لان الفن هو تجاره وصناعه ومهنه وتعبير الى اخره. وهذاك المؤسسه ديالي واحد المقاوله صغيره اللي كتشتغل يعني في اطار قانوني، تحترم جميع الاشياء، وكتعرف انا صارم مع نفسي في هذه الامور، يعني ما يمكنش نتلاعب انا بهذه المعطيات. ولكن بعض الزملاء سمحهم الله كيستغلوا عدم معرفه المتلقي المغربي بالشؤون التنظيميه ديالنا، وكيبقاو يلقاو عليا في الشبهات، وانا كنشوف داك الشيء. ولكن المشكل ديالي فين؟ كنتفرج تقريبا هذه دابا شي بدا دابا شي 5 سنين ولا ما كنجاوبش. فاش كنتفرج؟ كنتفرج في ردود الافعال، حيت انا كنراهن على الخدمه ديالي باش نعجب الناس، كنراهن على الخدمه ديالي وعلى الوعي ديال المواطن، وهذا الوعي ما كانش دائما في المواعيد. باش نكون صريح معك، لعبوا ليهم على ديك الوترة ديال الحقد الطبقي وديال الارتياب والشك والبارانويا، وكاين اللي تيقهم بانني شفار، بانني نصاب، بانني مهرب، وبانني واحد الاعداد ديال الشبهات. كاين اللي تبنى هاد الطروحات وبلعها ولات حقيقه مطلقه ديالو. ولكن انا ما بغيتش نبقى نبرر يوميا اجي لا حكا، لان من اصله هذا الموضوع كله مسوق حتى شي واحد. هنا سي حسن الا سمحتي لي، مادام انك انا واحد النقطه ما كنتش غادي نهضر عليها، ولكن مادام انك انت جبدتي اخويا حسن غادي نخرج معك هنايا، ولكن غادي نقول واحد يعني التصور اللي هو ديالي انايا، ربما يكون خطا يكون ربما يكون صحيح، ولكن انت الفضل باش غادي تصحوا لي. هاد القضيه ديال انه تيقولوا شفار ولا شي حاجه، بعدا تقول اول حاجه دائما اللي على صح ما عندوش لا شي جيستيفيا، هذه الاولى فيخلي الناس. ولكن كما قالت الاخت تيراميسو، قالت لك ودي سي حسن مره خاص تكلاشي شي واحد، غنديرها مره لده، غنديرها وغندير كلاش علمي، يعني ماشي عاطفي، ماشي غنتفرقع بالغضب، غنتفرقع بالعقل، فهمتي. غناخذ واحد المثال نموذج، وعاد المغاربه غيعرفوا شنو هو الكلاش. كلاش اونتولوجي يدرس مع 12 ديال السي حسن، مع 12 تولوت تقريبا. هذا غادي يكون كلاش عالمي ديال السي حسن البد، 12 تولوت هنا زوين. علاش غيكون فيه ابداع؟ وي ما داك كلاش ديال السبان وكلاش اللي كيقول السبان وما عندنا ما نديرو به. لا داك الشيء زوين، قول سمع وقول لي.
حيت دابا خاص تفهم الجمهور متنوع. دابا كاين عندي واحد الفئه من لي فان تيقول لك ما تجاوبش، فهمتي؟ وي ما تجاوبش، عرفتي دوك راه هذاك اش كيديروا لي تصور اصاحبي، كاين اللي تيصيفط لي مقال مثلا جريده مبيلوطيه شي زميل، فهمتيني؟ شي درون، درون اعلامي كيقول لي الله يخليك ما تجاوبش في الخاص. شو هذا شنو قال عليك، شو هذا شنو كتب عليك، راه كلشي كيوصلني تيقول لك ما تجاوبش، ما تجاوبش، ما تهبطش لذاك المستوى، فهمت؟ ولكن في الجهه الاخرى كتلقى واحد الفئه كتطيق هذيك الطروحات. اكزاكتومون اكزاكتومون. ولا جيتي تجاوب ها واحد كتب لي خلينا من لغات الخشب وقول، يعني الا جاوبتي غيقول لك ايه ولكن وعلاش هذيك من هنا وعلاش هذيك، وانت اصلا كاع ماشي شغلك كاع انت في هذه الهضره كامله انت، فهمتي؟ اكزاكتومون اكزاكتومون. اختاريت هذا الزرق لانه يقول لك لا وعلاش ما درت تدخل معاه في واحد المتاهات ما غاتساليش اصلا ما شغلوش، واش كاين شي خرق بالقانون؟ ما كاينش. صلاه على النبي. وانت جيتي هنا في هذه ديال هذه بالضبط هذه الكلمه اللي قلتي ديال خرق القانون، لان كنت سمعت واحد الضجه ما غاديش نقول ذكر الاسماء، انا كنت سمعت اعلاميين وكذلك ممثلين اعلاميين بطبيعه الحال ماشي هما اللي قالوا، انما استضفوا ممثلين اللي قالوا هذه القضيه، وقال لك اودي حسن الفد ساكن في كندا كيجي، اسمح لي سي حسن ولا ما غندخل معك شويه المسكي، ربما كما تقول ماشي شغلي، ولكن بحكم انه تنستقبلك في البرنامج وكنسمع اشنو كاين، فمن الواجب ديالي نطرح عليك هذه المساله هذه الا قدرتي. نقدر غير نقول الراي ديالي وديك الساعه انت تقدر اما تنفي او لا تاكد او لا ما تجاوبش كاع. فالناس في خلال هذه المساله هذه كانت تقول لك اودي حسن الفد راه ساكن في كندا، تيجي تخدم في المغرب وتهز الفلوس ويديهم لكندا. بعدا بلاتي سي حسن غير صبر صبر خليني نكمل هذه بعدا غير نبين الاشياء. انا بعدا عجبتيني لانك ربما ما عرفتش واش انت شفتيها ولا شفتي ذاك الممثلين او ثلاثه الممثلين اللي طرقوا لها ولا كذا، ولكن انا تنقول بعدا بان واحد المساله اللي خص يعرفها الجميع، بان في المغرب راه كاين شركات، كاين واحد دفتر تحملات، وكاين واحد عده مسائل اللي كتخلص وتيخلصوا ممثلين، كيخلصوا الناس اللي كيخدموا بطريقه مباشره، كاين اناس اللي تيتخلصوا بطريقه غير مباشره، كاين توت واحد لا ستريكتور ايكونوميك اللي هي كتخلق فاش يكون واحد العمل ديال التمثيل. يعني تصور فاش يكونوا خدامين بحال مثلا في ليفيوتشوم، خدامين في امسوان في اكادير، يعلم الله شحال من الاوتيل ولا شحال من الطوموبيل تكرات، شحال من يعني من الناس اللي كانوا بواحد لا فاسو انديريكت. يعني راه كاينه واحد المساله كامله كتكون ديال في اطار واحد الشركه، وطبيعه الحال كنظن ان الفنانين منهم سي حسن الفد راه عندهم واحد لو سالير، ديك الساعه داك لو سالير ديالو سيدي شدو شريت بن وحرقو كولو سميتو مرقه جيبو لكندا كيبقى هذا حر. ولكن هنا بغيت نعرف هذه النقطه هذه، هذا الشيء اللي تقال انا قلت الراي ديالي، ولكن سي حسن اش بان لك؟ هو الحكمه هي هذه، هي خصنا نتفاهموا على هذا الموضوع، تفاهموا على هذا الموضوع مشغول حتى شي واحد، غنتفاهموا على هذا الموضوع. انا كنهضر فيه من باب الاستئناس، انا راه ما عنديش شي حاجه ما نفسر، ما عندي من برر، اللي بغى يعرف يمشي يقلب يسول يدير، انا ماشي شغلي في هذا الموضوع. يعني حتى شي واحد ما عنده الحق يسالني في هذا الموضوع ديال كندا بالضبط، لانه هو مساله خاصه حياتي الخاصه. وكاع الناس اللي تلقوا هذا الشيء راه تما دابا عايشين برا وتيخدموا في التلفزيون في المغرب، ما فهمتش انا هذا الشيء حرام غير الديب، حرام غير على القرع واقيله. ونرجع للموضوع بالتفصيل نضحكوا به شويه والله، لان وليت كندير بحال هكا في كندير بحال هكا شي تصويره مثلا في انستغرام كيقول لي شي واحد درتي للعاقه، اش داروا؟ حولوا انتباه المغاربه ما هو فني بالنسبه لحسن الفن الى ما هو مالي ومعاملات وشخصي. ما بقى بنادم كاع كتناقش معك الفن، نجحوا الى حد ما، فهمتيني؟ ولكن انا ما بغيتش انا ما تندخلش الناس في الحياه الخاصه ديالي، ما كندخلش الجمهور في حياتي. ماشي انا مجوج، انا مطلق، انا مضارب، انا ولدت، انا مرضت، انا ديروا لي، انا كنفصل ما بين الشخصيات، ما هو شخصي كيبقى شخصي، وما هو فني واحترافي. العلاقه ديالي مع الجمهور هي علاقه محترفه، انا ماشي مسؤول في الدوله، انا فنان بريفي، انا كنخدم كنتخلص، سالينا الهضره قول اللي بغيتي قولو.
تخدم فابور تمريض ولا مالك باش تجي تقول لي رجوله تا هو الرجوله وداروا لي لقطات في ودنيهم وبداو كي فهمتي كيصدعوني بيها وانا راه ما فايقش ودابا هذا الشيء راه ما اثرش عليا نهائيا يعني ما دخلتوش لراسي كاع اصلا بعض المرات كيجيو الناس كيقول لي جو جو حدين تيقول لك ما تجاوبش ما تدخلش في داك الشيء ما ديرش انا تنجاوبك انت علاش كنجاوبك انت ما راه ممكن نقول لك شوف هذا الشيء الله يخليك ما سوق حتى شي واحد فيه لان عارف لاباج ديالك ما كتخدمش على منطق البوز نعم صافي ما نجاوبوش على هذا السؤال داك اللي غيدير لي عنوان في شكال ويقدم لي بشي تصويره في شكال يكتبوا حسن الفد يصنطح فلان ويضربه وراه هذا الشيء دابا اللي قلت راه غيمشي يخرجوا عناوين جو مون فو حيت انا واجد اليوم انا كنحضر شي واحد يمشي يدير فيها واعر ويجي يبغي يرد عليا انا راه غنرد عليه في المفهوم المعيدي للكلمه هذا يعني هذا ميساج صريح هذا يعني كاين صريح لانه شخصيه بيبليك مستقبلا كبر او صغر شانه غنجاوب ابو دوك صحاب ما كنتيش نزل داك المستوى سمحوا لي الله يجازيكم بخير هو اصلا كاين شي مستوى المهم لانك شرتي لواحد المساله فاش تكون واحد الشخصيه عامه يعني تنقولوا حنا واحد بيرسوناليتي بيبليك اللي تتكون معروفه ومشهوره الا هي كانت داخل واحد الحكومه ولا كتمارس واحد العمل حكومي ولا تتكون يعني في واحد المنصب سياسي او لا الى غير ذلك وكتكون يعني مموله من هذيك المسائل فمن حق انه الشعب يحاسبه ويعرف اش دار بدوك الفلوس ويمشي ماشي من حقه ماشي من حقه من واجبه من واجبه كاع ماشي غير من حقه يجب على المواطن ان يتعقب الفساد وان يتعقب ويكون عنده حس الرقابه على الدوله ديالو وعلى البلاد ديالو وعلى المداخل اللي كاينين في البلاد خص يكون عنده هذا الحس ولكن ما غلطش في العنوان انا راه بريفي انا اكزاكتومون اكزاكتومون فهذه شركه خاصه ما عنديش انا ما شكون عندهم هذا الشيء في المغرب ما عارفينش دابا ما النجوم حنايا داك الشيء كله اللي كندخل في حياتي راه كيدخلوا مصاري في مسلسل واحد ويا سلام يا حبيبي والله انت وكان هنا يا لالا يا عمري والله ديري لنا قيامة تبارك الله عليك وتشكرك فريمون الصراحة ديالك سي حسن والسي حسن اللي هو كما قال يعني عطانا شي أشياء اللي جاوب عليها واللي هضر عليها يعني على المنصة ديالكم ماروكان دي كندا أقسم لك بالله بالحلوف كنبغيش ندوي في هذا الموضوع علاش؟ حيت غدوي فيه غادي يسائلوك عاود ثاني وقول لا وقول فهمتي يخرجوا منه اصلا باش تقول حتى شي واحد في هادشي كامل انا العلاقه اللي كتجمعني مع الجمهور شنو هي هي الفن عجبك الفن ديالي تفرج فيه ما عجبكش راه كاين اللي كيتفرج فيه يا ماشي تصدق داك النضال ديالك اللي غالط في العنوان انا بريفي انا كما تصدع لي راسي انا نتخلص شحال بغيت نجلس فين ما بغيت نعيش فين ما بغيت انت مالك انا ها هو الفن ديالي عجبك شوفوا ما عجبوش خلي لي شوفوا تصدع لي راسي سداد مدام سداد مدام سي حسن كلام صريح شوف غنبان شويه قبيح ومتبجح حس براسو ما نعرف شنو ولكن كنفضل سي حسن ماشي شغلك دخل السوق سميتو ديالك صلات عندي عندك كيما تلومني على القانون كنهضر مع المغاربه انا مغربي انا مغربي انا ماشي سويدي كندوي مع المغاربه اللغه المغاربه عندك شي حاجه ما تلومني عليها قانونيا سير ما تعطيهاش ليا سير دير وكيل الملك انت ملي انت انا كلها كاين المساطر القانونيه اللي تقدر تتبعها الا كان شي اختلالات ولا شي حاجه اللي هي غير قانونيه فكاين يعني المساطر اللي الواحد يقدر يتبعها بغيت نقولها لك باش نكمل لك هذا الشيء كله نهار غنهز شي واحد غنحطو امام العداله عاد غيقولوا لا راه عيقنا عليه وي ما شي معلق من دوك المعلقين اللي سخان عليهم الكلافيه ديالهم ولا شي بخوشه من دوك الزملاء ديال السيت كومات ملي غنحطو قدام العداله عاد غيقول الناس راه عيقنا عليه وراه بزاف فهمتي اكزاكتومون سي حسن راه كاين للصبر حدود حنا ما كنبغيش والله ما كنبغي بالله الا كنحشم دابا تصور واحد الممثل راه قلتي هي في الاعداد ايه هكاك فيديو لا خصو يدير والاستثمار والاستجمار والتم استحمار هذا عندك انت هذا جا الهضره هذه جا قله الادب
كيفاش ما كنتصور ما كنفهمش انا كيفاش ممثل تمد ليه صحفيه ميكروفون رايك في حسن الفن بمعنى شلخمو كيفاش هاد الوقاحه هاد قله الادب وهاد وهاد يعني ولا جاوبتك انا غتقد عليا انت غتقد عليا الا جاوبتك ربما كتكون حسابات ضيقه الاعتبارات سابقه مثلا وكتكون فينا الوعي فينا الوعي المتلقي اللي غيفهمها بحال هكا انت على بالك المره كي المتلقي تياخذ داكشي تلكال لا كيكون هو عنده استعداد كاين المواطن اللي ما فاهمينش كاين المواطن اللي عنده استعداد ديال الغبن كاين المواطن اللي عنده استعداد للسخط وهذا الشيء مبرر من ناحيه سوسيولوجيه فهمتيني فهمتيني لان كاينه ازمه ديال التنقي في المغرب كاينه ازمه ديال المرجعيه في المغرب الناس ما عارفاش ما واعياش كتقول لي هذا كيجي كيدي جوج المليون ديال الدرهم ولا ثلاثه وكيمشي لكندا بهاد السطحيه وبهاد انا نكع شي هذاك حسن في الدره انا ما غنحملوش انا غنحسدو داي 300 مليون لكندا قول لي فين غادي اخويا زعما راه غتقضي لك شي حاجه لدرجه في 2018 فين كان فين سعروا عليا مزيان وتما بقى فيا شويه الحال لان بداو الناس كيعيطوا ليا في البريفي كيصيفطوا ليا كيطلبوا الديور وانا كاره هنا في كوت ديفوار الديور وقسما بالله الا كيطلبوا لي السكن الناس راه كيتخيلوا انا ملياردير كيزيدوا جوج الاصفار اللي من اصاحبي الناس راه اليوم ها اليوم واحد السيد قال لي صاحبي راه عندنا في فاميلا الحالات بحال نفخو فيا دابا كاين اللي كيتصحابوا انا بيل غيت ديال المغرب ولا حتى بيل غيت وقيلا قسمها وقيلا تخاصم ولا تطلق ولا ما عرفتش داير راه مشات ليه النهار وبقى مقوصين عليا والله الا شتي اليوم بدون لغه هادي هذيك بدون لغه تخاصم اللي دار حسن اليوم والله واذكر الله عيب الله واذكر الله هذيك الشويه اللي عندنا هذيك الكباله كنشتو عليها غاديه بشويه بشويه تحرقوها حرقوها علينا نوليو كندورو في عينينا نطلبوا المساعدات زاد الدوليه تبارك الله على السي حسن والله الا تشكرك على هذه الصراحه ديالك وهذه الصراحه اللي تلقائيه لا اما واقعيه كذلك اما نسكت اما نكون صالح وراني ندير رقابه على راسي لان كاينين شي وحدين دواو فيا ولقاو عليا الشبهات راه ديال العصا الاعلاميه والله يستر لا فقت شي نهار ماشي هو هذا شي هو هذاك خاصني الري صرفق من لا كلاشي هذا كلاشي الاخر هذا بتسلو بتسلو عليا شويه لا تبارك الله عليك ويا مره خص الواحد يدير داك زائر الاسد باش تعرفوا بانه راه كاين واحد ملك الغابه ما تنقولش بانك ملك الغابه وانما يعني غير واحد التصور ديال بانه هو داك الشخص اللي كت يعني كما تنقولوا كنقوا عطينو العصا عطينو العصا بانه راه موقركم والله الا موقر بالرب وشوف واحد ما بغيتش نجاوبو حفاظا على سمعتي اقسم لك بالله واحد شنو دار انا عاود هذيك دابا ما باش نضحكوا شويه سير حنا مقصرين خاصم مع المانجر ديالي في اطار المانجر ديالي نقابي في اطار العمل النقابي ديالو تدخل العمل فيت كان داكشي ديال الحجر بطاطا خصو يدخل شي تقنيين داكشي اللي عندي حتى شي صيله حتى شي علاقه مشى قال لا خصكم توقفوا كذا تخاصم مع شي واحد يعني فكاهي فوقه من ديك الدقه القديمه فاذا انا هنايا داير ديك 14 وكيوصلوني لي واتساب من عند بعض الزملاء حسن الفن رغم الثروه التي راكمها ملي كتسمع انت الثروه انت يا عندك عصر على الويفي ديال القهوه كتسمع الثروه الدولاريه الدولار كي راه حقا ما ساهمش في سميتو صندوق ديال كورونا سي محمد شكون اللي صيفط لك انت سي محمد شكون اللي صيفط لك انت سي محمد صات داير حمله عليا وباش تعرف لا موهبه
لذكاء لطفي مضو، هو كيصيفط بسميته وما باغيش يبان في المقام. وبحال هذا انا محاول عليه ما كنجاوبوش، والله الا محاول عليه بالله، ما عندوش فين يهز الدق الاعلامي، ما عندوش فين يهز التكلاش ديالي، نص كلاش. هو مهترئ اعلاميا وفنيا ومهنيا. هما راه واحد الرباعه تما في كازا، واحد الرباعه، واحد ثلاثه ولا اربعه، واحد منفذ انتاج، عرفتي شحال ديال الضحايا عندهم في الميدان الفني. دابا ما غنهضرش على راسي انا، اقسم لك بالله الا بالعشرات. عرفتي داكشي ديال يا انا يا هو، الكاستينغ كيدار بالو يا انا يا فلان، كيقطعوا الارزاق على عباد الله وكيتخلصوا احسن مني. نقولها لك واحد القضيه باش نتفاهم. لا وي زعما تيقول سي حسن انت هو الاكثر اكثر منهم. انا راه كان انا ما سالي حتى العيد، بديت في سبتمبر ما سالي حتى العيد في التيفي. هو كيجي كيمثل يتعصر وينقز سيمانه ويمشي في حاله، داكشي اللي خداه راه كثير، هذاك راه هما خصهم يخلصوا. والله اتوكل الله اسمح لي يا جبتيني انا تاني. لا لا بالعكس سي حسن، بالعكس واحد القضيه راه باقي ما دويتش. راه مازال ما كلاشيتي حتى شي واحد، دابا حنا غير تنهضروا بصفه عامه. هذا الشيء كله اللي قلت دابا نقدر نعاودو غدا مع هذيك الاسماء والتفاصيل. والله ما نعقل على شي ميخي بالرب الجليل. هادشي اللي كاين السي حسن، هادشي اللي كاين ما كاين غير احترام والتقير، واللي يقلب على شي حاجه راه غادي يبقى. دابا في المغرب خصك دير، خصك تقرا وتعلم وتمرمد وتطيح وتنوض وتنجح وتهز السيف. صور اصاحبي، ما بغيناش نخدموا معاكم، ما بغيناش نخدموا معاكم، صافي شي اللي كاين. صافي هادشي اللي كاين. قلب عليا ما بغيتش، ما بغيتش قلب عليا. ماشي ديما المال كيحركوا 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 الفلوس، كندا كندا الفلوس والحلاقم. الحلاقم اقول اسيدي الحلاقم قتلتونا. اسيدي قول لهم ما ديروا الفلوس، سيروا ديروا الواجبات ديالكم وكدوا الامور ديالكم وسيروا مساعدكم وهز اخويا وسير. شكون اللي حبسك من حقك مادام كتخلص الواجبات وكل شيء كلير؟ والدوله راه حتى حاجه ما كتخفى عليها في المغرب. واش غير اجي هز سميتو هز مليون درهم ولا 200 ديرهم ساكاد وخرجوا؟ هي السايبه زعما السايبه، ولكن الناس ما واعيينش، راه لقاو على من يضحكوا. شوف نقول لك والله العظيم الا بعض التعاليق الى مثيره للشفقه. ملي كيجي واحد لو جون عنده 16 عام تيقول لي كتهرب الفلوس، وملي كتجي تمشي مو هضرت مع واحد الحاله قلت له مو صيفط لي، قلت لي شحال في عمرك؟ قال لي 16 عام. قلت لي شوف شي واحد من والديك كنكتب ليه. قلت له يا ودي راه كيضل النهار كله هو كيتفرج فيك، راه عزيز عليا راه. وهذا هو شوف ذاك المتلقي، هذاك الشيء اللي عمروا ليه راسه بارفوا. حيت حسن واحد القضيه غادي نقول لك، واحد المساله هي تنحترم على وجهه النظر ديالك، انه بزاف الناس يقول لك اودي ما تخرجش ما تنزلش ذاك المستوى وذاك الشيء، ولكن راه كتكون انت واحد لو مونك دافورماسيون. إيه؟ فاش كتكون واحد الجهه كتجي وكتعطي واحد لافورماسيون اللي هي بورت فري ولا فوس كتخلي كيطليو بها الدنيا المعيشه صافي، يعني هذيك كتولي هي الفري. دونك ما كاين جيسكا بروف دي كونتخير، كتولي هذيك المعلومه هي اللي كاينه. كاين اللي وهذوك هذوك الاقزام كيفرضوا عليك واحد ليطا ديسبري، اجي كلاشي اجي عير اجي تعاطى مع البشر اجي دير، وانا ما قاد على داك الشيء ما فياش. انت الا درتو غنديرو مزيان على حقو طريقو. لا انا ما كنديرش الاشياء في انصافها، غنديرو مزيان. تخرج بنادم صارنا السي حسن مع عده التواصل وعقل. فين قلتها لك؟ واحد راه في الصفحه ديالك فاش حطيتي الاعلان جا هو يكتب نصاب، وانا مشيت كنجري للخاص كتبت ليه قلت ليه شنو انت دابا عايش في الصفحه عندنا ولا آه.
عيش مع كندا، عيش سكن لافال اون بليس. ودير التصويرات ديالو مع ولادو في بارك جاري، عرفتو. اوكي. قلت ليه الاخ حيد ديك التعليق. هو يقول لي اهلا سي حسن. لا حول ولا قوه الا بالله. كتبت نصاب. قلت ليه راه قذف ديفاماسيون. ويمحي قال لي راك عزيز علينا انا والمدام والله الا كنتفرجوا فيك والدراري عرفتي كبور كبور. يقول لي انت قول لي كيفاش ندير تمثل ليك؟ وانا نقول ليه دابا انت شي كون فقت مازال خايب وحطينا ذاك التعليق هنايا عند لو جوج وعيط عليك قلت بونجور مسيو vous avez traité M. Hassan de d'escroquerie. Avez-vous des preuves, monsieur? Parce que vous avez sur l'internet. Mais qui est-ce que vous avez fait? 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 Qui est-ce que vous avez قلت له نتمنى من هذا السيد هذا اللي كتب هذه المساله بدوك دير دون ذكر الاسم ديالو نهار السبت ولا الاحد تنشوفوا السي حسن انت غادي يكون الفيلم ديالو يحضر معنا مع الزوجه والوليدات معاه اجي اجي عند السي حسن ديريك دابا شوف والله ما نكذب عليك انا ولفت هذا الشيء والحمد لله ما حدهم تيهضروا والاسهم اللي تيعطيك الله كتكبر كتعرف في الديروه ديال داك الشيء ديال الهجوم اللي داروا عليا دوك القيجيه ديال السيت كومات في 2018 راه رفضت دابا رفضت خمسه التعاقدات الاشهار خمسه شتي هذا الشيء اللي كنربح كله يلا الخموس ديال الامكانيات اللي ممكن تكون ولكن الطاقه ديال الانتاجيه ديالي يلا تقدر تعطي هذا الشيء عمل في العام مسرحيه طلبات كلها اللي كتجي لي ما كنقدرش نديرها هما هاجمين عليا وانا خدام هما هاجمين عليا وانا خدام كما قلت لك كنراهن على العلاقه المهنيه مع الجمهور مع الجمهور ما كنكذبش على الناس لانني نجي ندير روتيني شوش دير عرفتي واحد القضيه سهله دابا انا شوف كيفاش كنتكلم شويه غضبان ولكن ما مفرقعش وما كاين ما كنبكيش انا واحد الشخص ما كيتباكاش تصور نجي ندير دابا نخرج ندخل في الحله ديال الضحيه ونجي غيتعاطفوا معايا الناس حيت المغاربه عاطفيين ماشي عقلانيين وكيضحكوا عليهم بالروتيني كما قلت لك انا تزوج طلق دير انا هذا مسكينه انا الدموع اليوم انا غدا اشنو نسمي سميتو المشه ديال إيه. تصور انا ندير روتيني اليوم راه ما نفرقع اليوتيوب غنفرقع ولكن غنكون كندير الرياء ما معنى الرياء في هذا السياق هو انك تكتسب رصيد موده على ما هو شخصي وتحوله الى ما هو مهني هذا هو التهريب ديال رصيد الموده ما تنبغيش نديرها كنخلي الخدمه ديالي تدوي عليا عندك الحق تقول حامض عندك الحق تقول حماضيتي عندك الحق تقول واعر عندك الحق تقول اللي بغيتي ولكن شخصيتي حياتي الخاصه نتقاسم معك شي حاجه في حدود ما هو ممكن ولكن ما غاديش نبدا نكذب عليك باش تنعجبك اكثر من هذا الشيء نعطيك واحد دابا دخلنا شويه لهذا الموضوع اسمح لي راه طولت فيه خذ راحتك سي حسن مشيت واحد كتب لي ما عندكش الفصاله ديال روتيني عمروك يا خويا عمروك وما ادراك اه نعجبك ما درتي الحلا مشيت من بعد فاش جيت لكندا المهم شيخ ست شهور من بعد مشيت ندير واحد العرض المسرحي يجي عندي واحد وكان عندي واحد عملية مع واحد الجمعية اللي كنشتغل معها من سنين في فاس غنديروا عرض صالح لديك الجمعية ديال الأطفال المصابين بالسرطان وتنحييهم على الخدمة الكبيرة اللي كيديروا وبديت معهم من النشأة ديال الجمعية وأنا خدام كل مرة كنت أنا هو العراب ديال الجمعية
خدموا في داكشي ديال السرطان ديال الاطفال، يعني داكشي كان فظيع قبل ما يتخلق هذاك الجناح بفضل المجهودات سيدي ربي ومجهودات ديال الجمعيه والاخوان في فاس. جات عندي واحد الصحفي تقول لي عندك واحد العرض سميتو كذا من هنايا. طيب قالت لي واش بغيتي تلمع الصوره ديالك؟ يعني شوف فين وصلنا. انا كندير الفن وغادي نوض ندير عمل خيري لإذكاء روح التنافس فيما هو خيري باش نلمع الصوره ديالي. طفيت كاع داك الشيء الاعمال الخيريه اللي كنت كنشارك فيها بشكل علني، حيت العلنيه لان وليت محط شبهه وانا ما عندي ما ندير بالشبهه، فهمتي؟ دابا ما بقيتش وليت كنخدم في الخفاء، ما بقيتش كاع داك الشيء اللي موالف كندير. كاينه هنايا لاسوسياسيون اللي كان فيها عبد الحق الصاري وي سولي دي زورفلا، سولي دي زورفلا كيديروا واحد الخدمه الدق والسكوت وي واعره، خدمه واعره. انا عجبني السي حسن، الا سمحتي السي حسن فقط مادام على ذكرنا السي عبد الحق الصاري فهو يعني مغربي مقيم بكندا و يعني مستشار ببلدية موريا النور، واللي مؤخرا هذا الأسبوع اللي فات توفات ليه الوالدة ديالو بالمغرب، تنقدموا ليه التعازي الحارة ونتمنوا من الله أن من أصحاب الجنة إن شاء الله والله يرزقهم الصبر والسلوان. تفضل سي. درت أنا جيت طوع درت واحد الفيديو باش نعرف بهذيك الجمعية، باش نعرفها مع واحد لورغان دو بريس في المغرب كبير إلى آخره، ودرنا هذيك الفيديو باش نعرفوا بها وتشوف لك التعاريض. لا انت ما تهضرش على داك الشيء ديال خلي اليتامى اليوم الله. لا داك الشيء ديالك انت يعني ما لا الهضره هذه مالك ايها الزميل، ما تدخل سوق راسك تقلق عليا انا في الشبهات. ايتها الزميله لماذا لا تبتلعون السنتكم؟ واش انت بغيتي يعني شفتو تيكرهو في واحد العمل اللي ربما ماشي ربما اللي هو اكيد الغباء اللي عندهم هو ان راهنو ضربوا في الصوره ديالي كشخص، وانا ما كنخدمش بالصوره ديالي كشخص، كنخدم بالصوره ديالي كفنان. هنا فين غلطوا هذا هو الفرق سي حسن. وفريمون تبارك الله عليك، وبانك قلتي واحد الكلمه اللي هي زوينه وجميله بانه دار اوف، فقط هذا التذكير باش ما يقولكش الناس راه حسن الفد راه ما كيديرش، انا سمعتها غير من عند دواء دار اوف على العلانيه. هذا ما تيعنيش بان حسن الفد راه قاضي الغرض دق وسكات وما كنعرفوش اش كيدير، لان بطبيعه الحال حنا كمغاربه معروفه علينا التضامن والكرم والسخاء. شوف حتى ومشغلهمش حتى داكشي سري مشغلهمش وما شغلهمش نكون متواضع، ما شغلهمش بزاف، ما شغلكش سيدي، حاسدينك اود هذا بوب مارلي الموسيقى ديالو واعره، واش انا متفق مع على الكمايه ديالو؟ الموسيقى ديالو واعره، شخصيته شغلو هذا ظريف زوين متواضع، حيت كنلاحظ بعض المرات كتحط شي حاجه ديالك يقول لي ظريف متواضع تلاقيت معاه وتصور معنا وكان متواضع، ماشي مهم نكون متواضع كشخص، نقدر نكون خايب كاع، نقدر نكون كاع هادشي اللي تيقولوا عليا كاين، شمن علاقه عنده مع الفن؟ يعني الحكم القيمه اللي غنصدروا على هذا الشخص كانسان ولا حكم ديال الفن على عمل فني؟ خصنا نفرقوا، الناس ما تيفرقوش. ظريف شنو نديروا به ظريف؟ نجيبوا اي ظريف يضحكنا، اي متواضع يكون نجم، ماشي مقياس هذاك عمل، هذيك مساله شخصيه. خصنا نتعلموا نفرقوا ما بين ما هو فني وما هو شخصي، زوين ولا خايب ما صدقناش فيه، ثانوي هذا امر ثانوي. ولا افسدوا علينا الجمهور في المغرب للاسف هذا البوز من المشاهير والفنانين، افسدوا علينا الجمهور في ذلك البلد الجميل، افسدوهم علينا، لانك مشهور اجي قول رايك في هذه القضيه، اجي اعطي رايك،
اجي مالك ما بنتيش في هذه علاش ما واحد القطيعيه كينشروا شي سلوكات باش يتشهروا وكاين اللي حنا ملزمين بها اجي دير بحال الاخرين علاش انت كلهم داروا انت ما درتيش وللاسف راه كتكون عن قصد بعض المرات سي حسن ما كتكونش فقط عندها يعني كاصدار لاراء او لا كاصدار لنقد ما وانما كتكون يعني مبرمجه لغايه ما في نفس يعقوب يعني كتكون جهه ما هي اللي كتصدر هذوك ما نقولوا يعني اش تسمى داك كنصدروا واحد الاحكام مسبقه وكنصدروا يعني داك تنطلق واحد الاشاعه فوالا الاشاعات تنطلقوها باش كتنتشر بواحد الطريقه وتنخليو الناس هما يزيدوا ريديدات ورجيلات هما يزيدوا من عندهم ساسه فوالا ولكن اللي عنده السي حسن واللي ما عندوش الله غالب راه ما عنده ما يدير السي حسن السي حسن غادي نرجعوا لواحد المساله اللي هنايا فاش هضرنا على كبور طبيعه الحال وعلى يعني فيلم السلسله ديال كوبل و2019 كانت واحد غادي نقولوا شي حاجه اللي جديده اللي هي توندونس والتوندونس شفنا فيها حسن الفد وحدة اخر عاوتاني بطريقه ديال ولاد العصر تي يعني فيه الشرميل فيه بامراكش فيه طنجة فيه الشمال فيه يعني والدرجة أنه كنا كنشوفوا السلسلات الرمضانية بحكم أنها فقط المتتبعين أو عامة الشعب هم اللي كيعقبوا عليها أو التي علقوا عليها وكذلك بعض الصحفيين ولكن هاد التوندونس من خلال التتبع ديالنا فكين نقاد كين مثقفين اللي خرجتهم الرنتوما سي حسن وبدأوا تهضروا على التوندونس شنو السبيسيفيتي اللي كانت عندها هو أنا كندير واحد النوع ديال الخدمة الفكاهه ديالي هي فكاهه ديال واحد الفكاهه ديال المتعه يعني ديال الديفيرتيسمون ديال لو ديفيرتيسمون ولكن طوندونس الاختلاف اللي فيها هو انها جات هي فكاهه تعبيريه اي انها رد فعل على طوندونس المغربيه بزاف الناس كيقول لك طوندونس المغربيه راه كتشوه هنا في العالم يعني كتبين مستوى الوعي ديال المجتمع بما يقبل عليه لأنه كيقول لك قل لي ماذا تشاهد أقول لك من أنت أنا نعم. استفزتني هذيك المحتوى ديال التوندونس فقلت خاص شي رد فعل خاصني ندير شي حاجة اللي في نفس الوقت استمرارية ديال البارودية اللي كندير ديال فقلت ندير باروديا ديال طوندونس ديال طوندونس المغربي ماشي كلشي بطبيعه الحال لان ماشي كل اسمح لي نحيد غير فماشي كلشي غادي يستحسن العمل بطبيعه الحال لان تعبيري وما عندوش الغرض ديالو ماشي هو الاجماع ماشي هو انه كاع الناس تعجبهم دونك اللي درت هو انه كان عمل تعبيري انا كانسان كمواطن كمنتمي لواحد المجتمع عبرت بديك الطريقه لان الاسلوب التعبير ديالي هو الفن هذا علاش قبيله انا ما كنفرق ما بين الواقع ما بين ما بين الشخصي والفني الشخصي والمهني هنا جيت كنعبر كفنان لان الفن هو واحد النشاط انساني متنوع ومتعدد يمكن يكون صناعه يمكن يكون تجاره او هوليود صناعه كبيره يمكن يكون تعبير ديال الانسان مثلا شفتي في رمضان الفايت الحمله ديال الدعاوى اللي تدارت على اعمال فنيه في التلفزه المغربيه واللي بدات كتكرس واحد المجتمع رقاباتي على الابداع واللي كانت يعني فقت به المؤسسه المسؤوله على 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 الهاكا فهمتيني نعم لان شنو الرساله ديال الهاكا كتقول لهم راه هذاك السيد عنده الحق يقول اللي بغى دستوريا يجي خصوصا في قناه عموميه الان واش المعالجه اللي دار حامضه ولا لا هذا موضوع اخر نعم ولكن المضمون حقه يقول اللي بغى ما كاين حتى شي موضوع اللي يمكن نقدسوه
ثم كوندونس انا كنت واعي بانه هو لن يتوجه لانه هو غير سميتو ماشي غير متاح، هو ماشي اكسيسيبل، يعني ماشي في المتناول، هذا هو اللي بغيت نقول، ما متوجهش، ماشي بحال كبور، ماشي بحال الاعمال الاخرى. فكنت واعي بانه هو غادي يخلق جدل، وانا باش نقطع طريق على القيل والقال وعلى الانطباعيه اللي كتطبع ردود الافعال في رمضان، اللي كتكون واحد الهستيريا ديال في التتبع، عرفت بان كندير الاعمال ديالي ديما كندير ليها واحد فوكس جروب كيشوفها كيعطيني انطباع ديالهم، فيه تمثيليه تقريبا ديال الاطياف المجتمعيه اللي كاينه في المغرب قبل من رمضان، باش كنرتاح كنعرف فين غادي، شكون اللي غيتفرج، شكون اللي ما غيعجبوش، شكون اللي غادي يعجبو بشكل سبقي، فهمتيني؟ اذا انا كنت واعي من هذه القضيه، وبين لي حتى مستوى التعامل ديال بانوا لي واحد النوع ديال المثقفين في المغرب اللي عندهم واحد الحس ديال العنطره وديال التسيد على كل ما هو فكري في المجتمع، ما كينتجو الا كيجي خصوصا دوك المتعالمين الفيسبوكيين، انت كيخصو يكتب على القادوس، يكتب على الزلزال، يكتب على حسن الفد، خصو يدخل معك في واحد الصراع ديال الحظوه، لانك كتنافسو بشكل غير مباشر على الحظوه، هو ما باغي والو، هو ما باغي لا فلوس لا والو، بقى غير في تحت الاضواء وديك داك الحاشيه اللي كتبعوا في ديال اللايك ديالو، يبقاو كيهتموا به. وخرجوا بعد ردود الافعال جميله جدا ايضا، يعني اللي فاجئوني، انا كنعرف بان النقاد اللي في المغرب معدودين على رؤوس اصابع النقاد الفنيين الحقيقيين، ولكن تفاجات مستوى الرؤيه ديال بعض الناس، بعض المثقفين اللي تفاعلوا بشكل ايجابي في جدلهم وفي مساءلتهم للعمل وفي في في نقدهم الاكاديمي والعلمي للعمل، يعني خلق واحد الجدل صحي وجميل جدا وعجبني الحال. طوندونس تبارك الله عليك سي حسن، وفريمون يعني كان هذا عمل، وبطبيعة الحال كما دائما كيقولوا النقاد، فالاعمال الفنيه ما يمكنش تعجب جميع الاطياف وجميع يعني المتفرجين، فكتكون عند اناس تستحسن وعند اناس اخرين بطبيعة الحال كتكون يعني ما جاتهمش على قانتهم كما تنقولوا. غادي ندوزو، هذا كان في ديال 2020، هذا العام كيف شفتوه؟ فكان برنامج حسن الفد 2، ولكن قبل ما نهضروا عليه غادي ندوز واحد اللقطات طريفه من الحلقه، اختاريتها الحلقه 14، سي حسن غادي يهضر لنا عليها. حلقه 14، وغادي نختار تقريبا 30، حيت فيها 6 دقائق، غادي ناخذ الدقيقه الاخيره تقريبا وغادي نتفرجوا فيها كاملين، خليكم معنا. ها هي دابا فاطمه صاحبتك كتشري معاها، كتبتيها تعطيك 16000 باش تكملي فلوس دريبورتور، وحلفت وعطات لك قلبها ما عندها، ما يشوقك ورا عندها الهويه 16000. وحي انت خونتيهم الختام، على رقبتي لما هزيتي القياس اللي خاصك 16000، بغيت لي الموت ما درت ريال في جيبي، شدي رزقك شدي. هزيتيهم لختك باش تجي اختي؟ شيء جميل ولقطات هذه السي حسن، بالضبط هذا المقطع، هذا السي حسن مقطع خطير. اختاريتي هو نقطة تحول درامية في تصور ديال كبور من نهار بان إلى يومنا هذا، يعني نقطة تحول في الأدين، في الأدين دراماتيوجيك دو كبور، دو بيرسوناج دو كبور دون توت لا ساغا دو كبور، لأنه اليوم كنشوف واحد كبور
لي الظروف اللي تلاقى معاها، يعني اللقاء ديالو الفاتحه بين فيه لا بغيتي تقول الوجه المشرق اللي ما كانش ممكن يبان مع الشخصيات اللي كان كيعيش معاهم من قبل. وهذا الشيء على مستوى الكتابه خلانا نغيروا الاسلوب الكتابه ما هو من ذاك الكوميديا القصيره بنش لاين كما كيقولوا، الكتابه ديال كوميدي رومانتيك، كوميدي رومانتيك اللي هو لون جديد اللي دخل ليه كمبور. والجميل في هذه التجربه هذه لان مجازفه هي في الحقيقه، هي يعني غامرنا شي شويه، لان كان ممكن يقولوا الناس سوني با كبور كون كونيسي، من لا يعني الانتقال ديالو دابا لواحد العالم جديد، واحد اسلوب سينمائي وتلفازي جديد اللي ما كانش. شفتي هذه اللقطه مثلا اللي اختاريتي، كان ممكن نقولوا راه داخله في واحد فيلم كوميدي مطول، لان الايقاع ديالها بطيء، لان هناك خلفيه موسيقيه، لان هناك احاسيس مرهفه، لان التشخيص هادئ، لان التعبير الجسدي رصين، لان كل هذه المعطيات ديال التشخيص وديال الكتابه خلات ان تدخل في الخانه ديال واحد الصنف درامي جديد، كوميديا ديال العشق. ولكن كتحيت على الصفه ديال الكوميديا والناس، اللي عجبني ان الناس تفاعلوا مزيان مع هذا التغيير وتبناوا الشخصيه ديال فاتحه. يعني نفس وانا كنفرح، كنفرح ملي كنصمموا على الورق. دابا انا تنكتب في واحد السيناريو، دابا تصور على الورق كترسم واحد الشخصيه وكتقول خاص هاد الشخصيه تخلي هاد الانطباع في نفس الناس، وداك الشيء اللي كيوقع بالضبط شي هاد الاحساس واخا يعطيك المال الدنيا والاخره، ما يمكنش. وقال لك طلعتي عليه في هاد اللقطه الصحيحه، وقال عيالة تنشوفهم هنا تيكتبوا، قال لك تديري لك العنب، ما عرفتش علاش تديري لي العنب بلا تكبر، طالع عنيبه من درجه سارق من لا داك خليها مجاز مزاقت لك العنب فتيحه كبوري، لان كبور كان عايش مع الشعيبيه ما يمكنش يخرج لي الحب. كنهضر على الشخصيه ماشي على الممثله، وراه ما غنحشمش الا بغيت نهضر على شي واحد نيشان اكزاكت ما بطبيعه الحال نهضر على الشخصيه على الخيال. كنعيش جفاء عاطفي، جفاء اجتماعي، جفاء بكل المقاييس، ولقى في نهايه المطاف لقى واحد الشخصيه اللي خرجته من العالم ديال الجفاء الى عالم الرقه وعالم الحنان وعالم الحب، شي حاجه اللي ما عمرو عاشها ولا عبر عليها، بدليل انه ما كيعرفش يعبر عن الحب. يعني مره ما جاتو الفرصه فهو يزكبور في العرض مع مبارك ابو علي اللي كنسلم عليه، كيحاول مبارك ابو علي الاعلامي كيحاول كبور، كيقول علاش ما كتقولش كلام زوين؟ لا وهذا كيتفكر بان راه ما عمره قال كلام زوين، عمره ما كان، لان الفرصه ما عمره تلاقى معها. وغالبا ما في الحياه ديال الانسان الحب كيحولو راسا على عقب. كنستحضر واحد الكتاب، واحد الروايه ديال معاناه للعيش ديال رشيد ميموني الكاتب الجزائري الفرنسي، اللي كيرسم فيه الشخصيه ديال واحد الماريشاليسين ديكتاتوري، الحب غيخليه يتبدل راسا على عقب وغيفقد داك السلطه ديالو الديكتاتوريه بسبب الحب. ربما الحب غيخلق لنا واحد كبور جديد. قال لك اسيدي السي حسن، واش هذيك اللقطه ديال الحب وهذ الاحاسيس الجياشه ديالك واش ترينيتي عليها ولا خرجات من عند شي حاجه جديده عند كبور؟ هذه كان مشكله عندنا حتى في الكوبل. يا عباد الله فرقوا بين الخيال والواقع. دابا كيجيبوا داك الانسجام ديال كبور والشعيبيه وكيتسحبوا راه حسن في الدنيا بوطازوت راه كيعيشوا نفس الانسجام. حنا ممثلين، حنا مهنيين، راه كنتلاقاو في البلاطو وكنجيبوا داك الشيء مرسوم مكتوب، شتي الترميشه مكتوبه، داك الشيء محسوب محسوب
انا دابا غير باش عندي واحد الشخصيه هنا، غير طريقه الكعيه ديال المراه تقول لي توي سيريو اي تي سيريو حسن اي تي سيريو دابا هذيك اي تي سيريو بالقبقوبيه كيفاش غتقولها للمراه هذه امال واش غتقول توي سيريو تي سيريو توا ولا توي سيريو نو مي توي سيريو اين هي فيهم اللي غندير ربما كاينه 1000 بحال هكا راه داكشي اللي تنكتبو كيكون مدروس والممثل عنده واحد الهامش ديال الموهبه فين كيجيب طبيعه الحال الشعيبيه ولا كبور مكتوبين مزيان في الاصل كان يكفي واحد ممثل ممثله عندهم موهبه وعندهم واحد الوعي وعندهم واحد الذكاء فطري وذكاء مهني باش خلقوا واحد الانسجام. فكيف ملي كنعيشوا الحالات في البلاطو ملي كنعيشوا الحالات قدام الكاميرا هذه مهنه هذه تقنيه ديال التشخيص فهمتي تقنيه ديال التشخيص ومن الحسنات ديال مونيا مكمل هو القدره ديالها على التنوع انا ديما تنقولها وكتبقى دائما في واحد المستوى ديال الصدق مرتفع عالي جدا في كاع الشخصيات اللي كتلعب انا مؤخرا كتبتها لانها ما كتلعبش بالمكونات العاطفيه الشخصيه ديالها كما هي في الحياه كما هي قدام الكاميرا في جميع الادوار كل مره كتعطيك الشخصيه المطلوبه على مقاس السيناريو وهذه مساله مهمه على مستوى التشخيص لان الانسان اللي كيكون عندك ممثل من هذا المستوى كيساعدك على الكتابه كيساعدك على التصور وكبور اليوم هذا هو الجديد عنده هو انه دار واحد الفيراج مهم جدا بالنسبه للناس اللي كيبغيو راح يتكلم اللي ما كيبغيش كبور ولكن ما درتي وحده هذاك تيبقى يعني الانسان فهو حر في التعبير على المشاعر ديالو والاختيارات ديالو بطبيعه الحال المباركه من كبور كي جيتي واحد تيقول لك بلا ما تصدعنا حنا بداك العياقه ديالك داك الشيء الباروديا دي انا ديال لي هاك بورغا ما تصدع لي راسي هو في الاصل انت في التيفي دابا باش نرجعوا في التيفي ما كاين كتبين بان ما كاينش جمهور واحد في المغرب كاين جماهير وهاد الجماهير تلتقي في صنف وتختلف في اصناف قواعد مشتركه لكنها تختلف بحال الكره في المغرب والباسكت دابا ملي كدير في التيفي كيشوفوا كبور عنده اقبال كبير ملي كيجي داك ديال البيلوطه كينقص العدد ماشي لان خايب لان الجمهور ديالو قليل ملي كنديروا ابو العناب الجمهور ديالو اقل من كبور عنده جمهور ولكن اقل من كبور فهنا ما يمكنش نديروا واحد المقياس ديال التفاضل بين الاصناف لان هناك غنديروا تفاضل بين الجماهير وجماهير مختلفه فهمتي كيفاش؟ وي 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 عطيت مثال باسكيت مع الفوت كدير ماتش ديال الفوت إذا درتي الديربي ديال الفوت راه عمر التيران درتي الديربي ديال الباسكيت كيجيو الناس ولكن بحجم أقل هل هذا يعني أن الباسكيت رديء؟ لا ولكن الجمهور ديالو قليل عنده ناسو قلبها في الميريكان دير ماتش ديال السوكر ديال الكرة وماتش ديال الباسكيت غيعطيوك نعت لأن ثقافيا هذا الرياضة أكثر شعبية من هذه الرياضة وهذا الفن أكثر شعبية من هذا الفن إذن يمكنش ديروا مقارنة لا مع كبور ولا مع كبور مع الأصناف الأخرى لأنها عندها جماهير كل واحدة عندها جمهورها طوندونس العام الفايت جمهور ديالها كان قليل مقارنة مع الكبور ولكن الجمهور عاشق لهذا الصنف وتبعها بواحد الإمتاع وواحد التمتع عظيم الجميل فيها سي حسن هذه باش نضيفوها في التوندونس وكنشوف يعني هذا كلام ديال النقاد وكذا يعني طرقات الظواهر يعني ما جاتش من الوحي الخيال وربما يعني بعض السيناريوهات اللي كتأقلم مع الظروف الفنيه والظروف اللي كتمليها التمثيل وكذا تجي من عند الكاتب ولكن يعني مشات لواحد الظواهر ديال طرقات من الواقع كان فيها شويه تاع الترميد كان فيها يعني
يعني واقع معاش بجميع الطبقات، وهذا هو الشيء اللي جعلها خطيره. راه التكبر كينطلق من الواقع، كاين بزاف ديال واحد الطروحات بعض المرات كيخرج شي طرح وكيبقاو الناس كينتقطوا، تيقول لك يضحك على يتهكم على الفقراء. هذه الكلمه ديال يتهكم باش الناس ما يبقاوش يفرحوا بها بزاف، خصهم يبداو يحشموا ان ما يقولوها. لما تصف عمل فني بمقومات جمالية معينة أو أدبي يتعامل مع معطى واقعي ويترجمه إلى عمل فني في الفكاهة وتسميه تهكم، أظن بأنك تعتبر بأنك عندك مشكلة مع الوعي، لأن ما عندكش تربية فنية باش تميز ما بين عمل فني إبداعي والواقع. علاش؟ لأنه مبجوج التهكم في الواقع والسخرية من الناس والتندر والأمل الفني ينتجان عاطفة واحدة اللي هي الإضحاك والضحك. تنوض أنت وتدير تخليطة بيناتهم لأن ما عندكش تربية فنية تؤهلك للتمييز بين هذا وذاك. ما تبقاش تفرح إذا قلتي التهكم أو الخير، راه خصك تخاف، خصك تحشم. العمل الفني حاجة والضحك على الناس في الزنقة حاجة أخرى. الله يعطيك الصحة. عندك الحق تقول حامض يعني على مستوى الشكل في المعالجة. غنعطي مثال ديال فنانين عالميين اللي تناولوا الفقراء والمستضعفين. عادل إمام كيمثل لك واحد في العمارة لابس هادي ومضارب كذا، كنقولوا واو على فنان قدو قداش. شارلي شابلين حياته كلها دوزها بمتشرد اللي هو شارلو، حياته كلها. شارلو كينعس في الزنقة يسرق ما ياكل. هل يتنظر بالفقراء؟ هل يسخر من الفقراء؟ هذا الطرح سطحي، خص الناس تفاداه، يتكلموا على الشكل أما على التناول وعلى النية. لأن كيقول لك النية ديالك هو التهكم، هذا أنا مشكل ديال الوعي كما قلت لك، كيفرزوا واحد النقد سطحي. انتقاد ماشي نقد، يعني النقد حاجة أخرى. ثم كما قلت لك كاين الناس اللي كيبغيو سلسله، كاين اللي كيبغيو حاجه اخرى، كاين اللي يعني الناس خصهم يامنوا بالاختلاف عاوتاني. وبعض المرات كيكونوا قاسيين معايا لان الانتظارات ديالهم مني كبيره. كنشوف دابا على مستوى الفني في التيفي هذوك الحلقات اللي ما فيهمش كبور من ناحيه ديال المعالجه، يعني بكل تواضع يعني مزيانين مقارنه مع ما يقترح على المستوى الإعلامي في المغرب والفني. يعني الفكرة، الكتابة، تشخيص، المعالجة، زاوية النظر إلى آخره، يعني عمل مقارنة. ولكن كيقارنني أنا دائما كيقارنوني مع حسن الفن. مش أنا غندير راسي في هذا خينا، أنا كدو ندي عليه. عرفتي راه عندي واحد المشكل دابا نفس العمل اللي درته انا يقول عليه حامد هذاك العمل حيدو واعطيه لواحد اخر يقول لي تبارك الله عليك واعر، لان مصاري مين معايا. لان درت مع واحد العلاقه ديال الصدق ديال كنحط الجوف ديالي في العمل دائما والحمد لله كتعطي الاكل ديالها. ولكن في نفس الوقت كاين لي انتظار كبير منك دائما دائما دائما، وخاصك ترضي عندك اسره فيها اربعه الاجيال خصهم كلهم يضحكوا. واكزاكتومون، هذه راه يعني تحدي كبير، هذا التحدي كبير لان تيضحكوا الوالدين، كيضحكوا حنا، كيضحكوا الوليدات الصغار اللي كما قلتي المثقفين اللي ماشي قاري اللي محدوده. الاسره راه الرابط المشترك ديالها دموي، عندهم يعني الدم ماشي دموي، رابط الدم بيناتهم، ولكن الاذواق راه مختلفه. كاين اللي كيتعامل معايا بحال شي خدمه عموميه ديال التفكه. وزاره الضحك، المندوبيه الساميه بالضحك، بحال انا مخزن. انا فنان عجبك داك الشيء، كنلقى شي واحد داخل عندي الصفحه وكيسب وكيسب، كيقول لي صاحبي اش نقول ليه؟ انت اش داخل دير هنا كاع؟ قول لي انت مالك مع على راسك؟ واحد بقيت كنفسر ليه وكنفسر ليه، كنقول ليه الشريف انا راه حشمت نقولها لك ولكن راه خصك تبدل الفكاهه. زعما انت راه غلط في العنوان، انت خصك تشوف هنيدي
ولا كاين ايدي ولا تمشي تشوف شي واحد اخر ما تفرجش، راه انت غالط في العنوان ماشي في الكاهي ديالك. من 2017 تعلم نخدم بلا نوسيون، لا نوسيون دو فام، حيت انا فنان ماشي خدمه عموميه اتوجه للمواطنين، انا اتوجه الى الجمهور. هو عيانه كاين، لا كاين فرق ما بين المواطن والجمهور. انا ماشي سبيطار الحومه ولا مدرسه عموميه ولا غادي نرضي المواطن، لا انا فنان. ملي كتقول فنان كتقول واحد الرؤيه للدنيا، واحد الرؤيه للعالم، واحد الرؤيه الجماليه، ماشي كل الرؤى. انت كيبقى لك الاختيار تتبعني ولا ما تتبعنيش، ما تجيش تعنفني، ما تجيش تحرش بيا، ما تجيش تخرج عليا داك سميتو ديالك الامون ديالك. انت خصك تكون واعي، خصك تختار فكاهي اخر. صافي انت راه خرجتي، حيت مستوى الوعي هو الذي يحدد المتفرج. فرق ما بين المواطن المتفرج سوسيولوج هو الوعي، هي ديك 8 على 20 في الوعي. تبارك الله عليك سي حسن، تبارك الله عليك. ما عنديش ما نقول. غادي قبل ما ندوز للسؤال الاخير بغيت نشوف واحد التعليق ديال السياسي الفكري اللي كيسول، تيقول لك سي حسن واش ممكن نشوفوا سي حسن الفد في الدومين ديال الاخراج، حيت كيف ما كنعرفوا العجز اللي عندنا في الممثلين، وانت تبارك الله عليك كيرجع لك الفضل الكبير في اكتشاف بزاف ديال الممثلين. اولا خص تفهم واحد القضيه خص ندققها، ما كيكون شي خطا انا كنصحو، ماشي بحال كما قلت لك قبيله كيشوفوا اخطاء وما كيصحوهاش لان مناسبه. خص تعرف بان راه ماشي اي واحد جا في الزنقه تلاقينا معاه راه نقدروا نديروا منه نجم. خص تعرف كاين واحد المساله ديال الاستعداديه، والاستعداديه لا بريديسبوزيسيون، la prédisposition à réussir. Il y a des gens qui sont comme ça, ils ont une prédisposition à réussir. شوف ديال التوان خارج من كرش وحده في نهار واحد في نفس البيئه الاجتماعيه في نفس الاسره، واحد تينجح واحد تيفشل في الحاله، لان هناك استعداديه اعطاها الله، عطاتها الطبيعه، عطاها سيدي ربي لواحد الشخص باش ينجح. خصنا نعرفوا شنو هو النجاح، مساله نسبيه هذه. انا ما كنعتبرش نفسي ناجح بين قوسين، حنا كنعتبروك اي دابا تعتبر ديال بيتي وحط الري بالسيرو ونقولوا معاك اللي بغيتي، راه مانيش في بلاصه ومين في ومين في، غنجيبو معايا السينما، واقيلا غنجيبو معايا في الويكاند السينما والله تنديرها معاك باش نرجع الوجوه اللي كتبان معايا. القصه ديالها بسيطه، ملي كنت كنقري في الحي المحمدي كنقري الفنون التشكيليه، كنت ايضا ندير واحد محترف، راه شي وحدين شاروا انني كنت كنقري تما في الحي المحمدي، محترف ديال المسرح، كيجيو عندي الوليدات وكناخذوا موضوع وتنديروا فيه مسرحيه، وهذا المحترف خلاني نطور واحد الخبره في التعامل مع المبتدئ والمغمور، وليت كنعرف الاخطاء ديال الهاوي التقنيه في تقنيه التشخيص كنعرفها عن ظهر قلب، ولا كيسهل عليا نخدم مع المبتدئ الهاوي اللي ما عندوش تجربه، ولا كيسهل عليا نخدم معاهم ونخرج منهم احسن ما عندهم، ماشي عندي احسن ما عندهم، ولكن اتفقوا بان هاد الناس راه عندهم موهبه، راه عندهم ملكه، عندهم طموح وعندهم عناد وعندهم اصرار، راه ماشي جا داك الشيء حيت انا بغيت. القضيه ما ماشي صحيحه، كل ما هناك انني كندخلهم للعالم ديالي لانهم يفيدون ويستفيدون. خصك تفهم بان الطراوه ديال المبتدئ ما تلقاهاش عند واحد متمرس، ما تلقاهاش، كيجي يخدم معاك بدماغه طن 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 طن، كيكونوا شويه صعاب في التدبير ولكنهم على مش كيكونوا كيعطيكم كيفاجئوا القابليه كذلك التغيير كثيره. مهم هاد الناس كيستحقوا انهم يبانوا. غير هنا ربما في المغرب كانت واحد خوك في الحرفه عدوك وحبس عليه الطريق كما قلت القبيله، يا هذاك يا انا يا هو ومالو شكون بغى يكون، وهادشي شفتو حتى في اعمال اللي ناجحه عندي، كان شي وحدين الله يهديهم يعني ما كيحملوش الشباب كيحاربوهم
وما كيخليهمش يبانوا لان كيخافوا منهم. وهذا عدم الثقه في النفس، انك تخاف من اي شخص. انا عندي مبدا واحد، يا اما نكون يا اما ما نكونش. نكون بداك الشيء اللي هو عندي ولا نبدل المهنه. يجي يمثل معايا اللي بغى يمثل ونعطيه فين يبان وفين. راه ملي كنا كنكتبوا الكوبل كنقول للدراري الله يرضي عليكم غادي تجي واحد الممثله وخص هذيك الممثله تبان في صوره مزيانه، خصنا نكتبوا لها حوارات جميله ونعطيوها مواقف ممتعه ونعطيوها خاتمات مضحكه. ما باغيش انا ناخذ كل شيء عندي. انا ما عندي ما جينا غير نبروفي ا بيرسون، فهمتيني؟ ويجي ويبان ويطلع ويمشي وينجح وما يبقاش يمثل معايا، يطير بجناحه ويولي واعر. انا هذيك هو الرباح اللي عندي ملي كنشوفو الناجحين. عرفتي عرفتي شنو واحد القضيه الناس ما كيردوش ليها البال. انا اعتبرها من المكرومات الربانيه ان سيدي ربي يعطيك الامكانيه تخلق المنافس ديالك. الله تقد عليها قول لي سيدي ام ولاي هذه باش تقول لها ما تقد عليها بالله والحلاوه تقول له يلا بين لي صافي بين لي دابا غتجلس اون فاس معايا وبين لي سير دير وانا ندير طن طن طن. ولا يفسد يفسد ذلك للود قضيه. احب الناس عندي هما الفكاهيين اللي خدموا معايا، هما لي زارتيست اللي خدموا معايا، ومن اللي نفرح ملي نشوفهم في اعمال اخرى. هذاك هو الربح انا اللي عندي. الحمد لله الحمد لله. وهذا ان دل على شيء فهو زعما من النبل الاخلاقي والنبل الفني ديال سي حسن. فالناس كتعاون كيحاول يعني هذه كما قال سي حسن بالطريقه ديالو كومسا وبديك الحركات ديالو. صعيب انك تخلق اللي غادي ينافسك الا لك تي سيدي ومولاي وعارف راسك اش كدير وانت فرحان. هذا هو المهم والاهم. تبارك الله على السي حسن. السي حسن بغينا هنا كان واحد الاخ طرح واحد الحاجه ولكن غنرجع لها من بعد، ولكن قبل ما نرجع لها بغينا نعرفوا الجديد ديالك ولكن كتاكلني من بعد ما غاديش نفوت عليه نخفت ننساها. شي اخوان جوج اللي طرحوها علاش ما كنشوفوش السي حسن؟ ماشي علاش ما كنشوفوش السي حسن، علاش يعني هنا في موريال واش كاين شي حاجه اللي عمرك فكرتي فيها شي حاجه مع ابناء الجاليه؟ خدمت مع راه صعرف هذه القضيه انني في الاعمال ديالي في هويز كبور. خدمت هويز كبور وي مع سي ابو علي. ابو علي في طوندونس عبد الاله العماري مؤلف معايا راه السيناريو راه هو وقف على ذاك العمل تا يعني توصلناه لاطار كف يعني على مستوى التاليف على مستوى السيناريو. مخرج عنده اعمال جميله جدا في السينما في سميتو في العين السبع ملي صورته هنايا في لورياتو راه صوروا المخرج الشاب انبارو. يعني كنخدم مع الناس اللي كنعرف بان هدى حاولت ندير معها عمل لكن جاتها في الكتا ديال الدراسه ديالها كان صعيب. وهذه المساله مازال ممكنه يعني اننا نديروا عمل سميتو كنحاول يعني نخدم مع الجاليه لان حتى في الفن قلال ما كتاش. اوكي قلال ما كرهتش انا انه نشتغل مع الناس هنا كاينين، ولكن هادو انا قلت لك الاسماء اللي ذكرت لك دابا مهمه جدا وناس عندهم كفاءه كل واحد في التخصص ديالها. تبارك الله عليك تبارك الله عليك. سي حسن الفد كنت غادي ننسى مع ذكرتيها كنت باغي نقول لك الجديد ديالك، ولكن قبل ما داز الجديد اخر مره احنا كنا استمتعنا وكنا يعني دازت من احسن جولات اللي هي هويز كبور. هويز كبور هويز كبور انا ماشي اول مره تنقل واحد الشخصيه من التلفازه للمسرح. درتها الدكتور غلابه ما خديتها من سي بي بي ودرناها في المسرح ونجحات. وهذه ثاني مره حنا كنا بغينا نديروا الشعبيه وكبور نمشيو معاهم بعيد مسرح سينما وهذيك اخوك تيحلم. المهم هذه القضيه كنت باغي نديرها ثم
فكرت ندير كبور، لانه كبور في الخشبه قلت غادي يكون عنده واحد الطعم اخر. وفعلا فعلا درنا واحد العمل حي مباشر، درنا فيه في هنا في لي زيتازوني، في هنا في كندا، في اوروبا، في الافريك، في المغرب، ولقى اقبال كبير. كتعرف هذاك كبور اللي كيأثر فيا هو ان كنا كنلعبوا وكيجي عندنا بزاف الناس كيقول شتي هذا الشخص كيجيب شي والد ولا شي والده، كتجي الاسره كلها. عاتي في نيويورك واحد مره اربعه ديال لي جينيراسيون جالسين في الصف من نفس الاسره. الشخص اللي جابهم واحد المستشار في الاونو مغربي، يعني اطار هي داك المفخره للمغرب. جيت تفرج هذا جواب داك اللي تسكي كيتسحب لي بان كبور كيتفرجوا فيه غير كباب الريا بحال كاينين شي طروحات وشي فهامات هاد الشيء وحدين بحال شارلو راه غيتفرجوا فيه دوك الشمكاره اللي كينعسوا في الزنقه حيت هو شمكاره، ولا غتلعب دور كافر راه غيتفرجوا فيها الكفار. يعني كاين شي قرايات فاش كان قلت لك جاوا اربعه ديال لي جينيراسيون كيتفرجوا. وبعد المرات كيقول لك شتي هاد با اول مره كيمشي للمسرح. تصور صاحبي كيجي اول مره واحد المتفرج على 70 عام كيشوف داك العمل. لعبنا في 2018 درنا 60,000 كيلومتر بالطيارات، 60,000 كيلومتر اكثر منها اللي درناها ما بين لوروب، لافريك سوبساريان، لي زيتازوني، لو كندا، وخلاص الماروك. واو جوله كبيره هذه اخويا. لا ما اي 80% ديال العروض كانوا سولد اوت. عرفتي راه لعبت هنا في كيبيك، الناس جاوا شدوا لوطيل جاوا من نوفو برانسويك. فاش لعبت في اورلاندو الناس جاوا من لي زوتر ايطا شدوا لوطيل وجابوا ولادهم وجاوا يتفرجوا. سي اكستراوردينير. مشي تلاقى مع المغاربه صاحبي في ابيدجان، في داكار، في هيوستن تكساس. سي اكستراوردينير، راه شي حاجه عظيمه. واحد عندنا الحظ اننا اختارينا هذه المهنه الحمد لله. كتجيب لنا مشاكل مش مشكل معليش، كتجيب حلاوتها وكتجيب هاني 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 سي حسن الجديد ديالك، واش كاين شي جديد؟ جديد انا عارفه بانه يلاه ساليتي مع رمضان ومع حسن الفداد. جديد هاو ما كيبانش، انا خدام فيه والله الا خدام فيه مخليهم قابلك. تبارك الله عليك. خدامين في واحد الفيلم ان شاء الله هنايا ديال مع الاخوان، مع صامويل غانيون وبهيجة سوسي، مع لا بواط اوبجيكتيف 9. اوبجيكتيف 9 باش نديرو شريط مطول. الفكره ديال صامويل غانيون، جو سوي ان تران ديكريغ لو سيناريو افيك لا كومبليسيتي دو صامويل غانيون دو بهيجة اي دو كلود غانيون le sage de l'équipe. Donc on est en train de développer, de comploter encore une fois. On est en train de concocter un petit bijou cinématographique, inshallah. Et j'espère que les gens vont aimer, inshallah. سي حسن، فاش كنعرفوا على الناس وقيلا طولت عليك بالأسئلة، ولكن ربما غادي يكون هذا هو آخر سؤال. الناس كنعرفوا الناس اللي الكتاب لي سيناريست يعني تيكون عندهم دي ريتويال فاش يكتبوا، تيخصهم يكون عندهم واحد كاين اللي تيبغي واحد الخلوه مثلا في البحر، كاين اللي تيبغي الجبال، كاين اللي تيبغي الطبيعه، كاين اللي تيبغي غير الدار وشي دكات اتاي. سي حسن باش يطيح عليك هذاك الالهام ودوك الاسئله، سي كوا لي ريتويال ديالك سبيسيفيك؟ alors le rituel ديالي est très simple. Moi j'aime bien écrire dans les endroits publics. Ça peut paraître un peu bizarre ولكن ما عنديش مشكل. مارشي جون طالون مثلا، مارشي جون طالون ما يخليونيش نكتب. لا كنت هنا في كنجلس في كسميتو، كتبت كبور الحبيب. انا نقدر نكتب من الدار دابا، نكتب من مع كنكتب
à distance avec les amis في المغرب ولا ملي كنكتب هنا سمي نقدر نكتب في الدار نقدر نكتب في قهوه نقدر نكتب في بارك يعني ما عنديش مشكل هنا سي فري كو جي بوكو دو ديسباس كي سون بروبيس على ليكريتور على كونسونطراسيون ولكن اجمالا ما عنديش مشكل بس كتخرج ليا فرنساويه ديسك العيا بس كتخرج ليا فرنساويه ديك العياقه لا الوضع واش ولات هذيك فرنساويه قرينه بالعياقه المهم ما عنديش ان ريتوال بارتيكولير كنقدر نكتب في الدار نكتب مكان عمومي ما عنديش مشكل الحمد لله سي حسن سي حسن وصلنا للنهايه ديال الحلقه وكيف ما وعدت قلت لك ما غنفوتوش الساعه فالحمد لله احنا ما فتناهاش يعني تقريبا ربع ساعتين يلا ربع ساعتين ماشي كنا على الدوبل دايرين الدوبل سيدي بروموسيون ديال موريال فكان زعما صراحه لقاء اللي هو جد شيق وصراحه كان واحد اسئله اللي وجدنا وانا قلت طن 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 ما غاديش نفوت واحد نص ساعه وغادي نعطيو السي حسن الصراحه قال لي غادي ناخذوا بعض الاسئله ديال المتتبعين وندير معاهم شويه الانتراكسيون وهذا ولكن يعني تبارك الله شفنا الوقت وصلنا لساعتين السي حسن بغيتي تقول شي حاجه تفضل لا بغيت غير نسلم على صحابي في موريال كاملين على المغاربه ديال موريال وانا تلاقيت معهم في 2006 جيت لعبت العرض ديالي الدكتور غلالة وعجبوني بزاف المغاربه ديال موريال وسهلت الانتماء ديالي ليهم هذه القضيه عجبوني وكنتمنى الله يبقاو متحدين كنتمنى الله ان ما يفرقوهمش الناس وما يتفرقوش وتبقى واحد اللحمه متحده متآزره وفيها المحبه وفيها بعيد على العمل بالانانيه وبال كما يقولوا حب يعني حب الذات ان انا انا عشتها في هولندا كانوا الناس عايشين مزيان وكان واحد جوج كيخدموا تفارقوا هذوك الجوج ويتفرق على جوج هذيك الجاليه المغربيه في روتردام ومن بعد كنشوف بعض المرات شي حوايج تحز في النفس كنتمنى على الله ان الناس راه اذكياء وعندهم نوايا زوينه الناس اللي ناشطين هنايا في الجاليه هذا هو الميساج ديالي يشوفوا انهم يتعاونوا باش يبقى تبقى موحده الجاليه تبقى موحده ويبقاو يبقى تضامن بعيد عن الذاتيه والانانيه اللي يخدم الجاليه يخدمها خالصه للجاليه ماشي يخدم الذات ديالو فهمت انت داير في الصفحه ما عرفش عندك شي نوايا اخرى الله اعلم الله اعلم اخويا عزاز نشك فيك فهمتي نشك فيك ولكن انا بصح الى عندي شي ميساج هو حسن سي حسن هذه بحال الشكل هذا نقدر نديروا له واحد غادي نديروا له واحد الباراليل مع الفن ديالك هذه كتبقى صفحه خاصه ما تابع على الغوفرنمون ما تابع على حتى شي جهه حكوميه فهي كناخذ المتابع انه يتبعها ومن حق المتابع انه يبعد منها يقدر يقول بانه داك الشيء اللي كندير في المستوى يقدر يقول بانه داك الشيء حامض كيف قلت انت ولكن كتبقى يعني واحد شي حاجه اللي هي خاصه 100% وبطبيعه الحال ما يمكنش نديرو اون بو با في بليزير ا تو الموند هذه غير شكرا للناس اللي تبعونا الله يحفظك في بليزير سي سيور شكرا للناس اللي تبعونا وتقبلوا على الهبال ديالي وانا راه بصح راه اللي جبدني راه ما غيندم الكلاش مع طلاش نتو انت سي حسن انا راه ماشي غير خرجات ليا الهضره راه بصح صافي اللي عنده شي فم يسدو اكزاكتومون واحد ما كيربح حتى شي حاجه ما غادي يربح حتى شي حاجه بالعكس لا غيخسر اكزاكتومون قضيه اخرى هو ان بغيت نشكر كاع الناس اللي كيعبروا لي على المحبه ديالهم اللي كنتلاقى معاهم هنا وتتكلموا معايا بصدق وبصراحه وما نكذبش عليك عندي واحد الناس هنا عظيمين من الناحيه الانسانيه وسبحان الله انا كنقولها دائما ان ربي تيسر ليا في الناس الحمد لله طيبين عظيمين اصدقاء ديالي راه عرفتي دابا عندي واحد دابا ملي كنمشي ملي كنكون في كازا كنتوحشهم
والله الا كنتوحشهم بالله ملي كنكون هنا كنتوحش صحابي ديال كازا الحمد لله لا تكون دابا الاقدار كما يقول لك جينا لهاد البلاد مرغم اخوك لا بطل يعني بزاف تصوروها على انها واحد النوع من الاحتيال واحد النوع من لان هذاك كل اناء بما فيه ينضح لان داك الشيء اللي عندهم في راسهم وداك الشيء اللي داروا فعلا لانهما انتهازيين فيهم غير انتهازيه وكيتسحبهم الناس كلها كتفكر بحالهم على ما حال انا كما قلت لك طورت هنا دابا واحد العشان عظيمين يعني كيعمروني بالحنان والفرحه وانا مدين لهم بزاف ديال الحوايج. ختاما بغيت نشكرك انت نشكر كاع الناس اللي تبعونا فوالا نسلم على الفاميله ديالي ونقول للوالد بقى دير الماسك الله يحفظه لك ابقى دير الماسك عندي واحد الوالد خصني معاه انت خصني نعاود لك عليه صافي واحد البطل ديال سرت ديال سير عظيم 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 انا عارف كاع الناس كيبغيو والديهم فاهم هذه المساله جات صحفيه هنا متخصصه في لا بيوغرافي لا ريداكسيون دو بيوغرافي ديال لي زارتيست كتبغي دي بروفيل دارتيست ان بو انترناسيونال تكتب على شي لبناني تكتب قصه الحياه ديال شي روماني اي بولوني غير كاين واحد الفنان فيان دو سانستالي شي طاطا طلق عيطت ليا طلقت معايا جلست معها ساعه قالت لي بارلي مو دو فو قلت لها فوالا جو J'étais, j'ai cherché un petit peu, mais allez-y, parlez-moi de vous. C'est ça. Très bien, on va faire une deuxième séance la prochaine fois. Et quand tu as dit à la rasque, tu as dit à la rasque, tu as dit à la rasque, tu as dit à la bague. Et tellement je suis fusionnel avec l'image de mon père. Et quand tu as dit à بطل واحد المره الحمد لله كنت باقي نبره شويه وباقي حتى دابا راه باقي الحال ماشي مشكل زين قال لي واحد البوليسي تخاصمت مع البوليس وقت قبيح وملي تشهر وليت ديك الشهره تقلات عليا شويه المهم قال لي راه كدوي مع كولونيل ديال البوليس زعما انا نقول ليه برا جينيرال قال لي جينيرال في فين قلت ليه في الحياه وتفرقع بالضحك قال لي سمعتني غير ابتسام شتي بحالك راه بحالك عطيني ابتسام فوالا دونك شكرا اخويا شكرا بزاف الله يخلي ليك والله يحفظه ليك هضرت بقلب مفتوح فهمتي والله العظيم شوف عرفتي تنشوف شي لي ديغني كومونتير قال لك زعما شفنا واحد الشخصيه اخرى في حسن الفد ربما لانه كندويش واش لي باساج ديال ما كندويش انا بزاف على راسي اكزاكتومون ما كندويش يعني فاش كتهضر تهضر على العمل الفني بصفه عامه ولكن اليوم كانت الحلقه زعما صراحه من القلب سي حسن وخديتي راحتك بكل اريحيه هادشي اللي كاين والحمد لله هذه وحده فضل الله وقبل ما نديروا الكلمه ديال النهايه بطبيعه الحال تنضربوا لكم الموعد يوم الحدث ديال الفيلم باش نشوفوه ان شاء الله هذا اكزاكتومون سي نشوفوا كيف فير بليزير او جون كي اون في ان طرافاي اكستراوردينير باش مشاو حتى للمغرب وصوروا عطيه داكشي اللي داروا ما كتصورش نمبر 1 كيفاش كيهضروا على البلاد كيفاش كيهضروا على الناس علي فوار لو فيلم وغنمشيو ان شاء الله نسقوها في الصفحه ديالك وغادي نسقوها ايضا مع بهيجه كنظن راه كتبع اللايف بهيجه سوسي وسامويل غانون ان شاء الله المهم باش نمشيو نشوفوا كلود غانون يكون معنا حتى هو مجموعين اذا هذه دعوه عامه على الشقين ديالها اللي ما قدرش يكون معنا في الويكاند غادي نشوفوا مع السي حسن والاخت بهيجه والسي سامويل غادي نشوفوا معاه واش غيكون يوم السبت اولا يوم الاحد وغادي نديروا غنكريو ان ايفينمون في لاباج ديالكم ماروكان دي كندا وربما نقدر ندير واحد لايف تاع 5 دقائق نعاود ندير لكم تذكير والناس اللي ما يقدروش يحضروا السبت والحد ف ديروا لي سال ديالكم غالبا غيكون الخميس ولا الجمعه الخميس ولا الجمعه داكور دونك في الغالب غادي يكون ان شاء الله الخميس ولا الجمعه فالناس اللي ما قدروش
في هاد اليومين هادو ديال الخميس ولا الجمعه، فسيروا لاصال، شجعوا لنا الممثلين ديالنا السي حسن الفد، هدى ريحاني، لوبجيكتيف ناف اللي كيتكون من المغربيه بهجه السوسي، والسي صمويل كانيو اللي طبع عليه السي حسن لانه مغربي طابع ما كاينش، وكذلك يعني اللي تمثل في المغرب ديالنا في المنطقه بالضبط ديال امسوان اللي هي منطقه جميله ورائعه بالضواحي ديال اكادير. فالناس يعني كانت واحد البروسيسيس اللي كانت ما واحد العمل كبير اللي داروا هاد الناس باش مشاو من كندا وكانوا في الضيافه ديال المغاربه، واللي هما طبيعه الحال ما كاينش يعني لا يختلف اثنان على الكرم وعلى الضيافه وعلى السوء الاخلاق ديال المغاربه. فاحنا كذا كنزيدوا ناكدوا لهم وغادي نمشيو نشجعوا. نعم قلتي سوء الاخلاق واقيله سوء لا اسمح لي على حسب الاخلاق انا اللي سمعت يمكن قريت شي تعليق تما ولا شي لعيبه. لا حسن الاخلاق يعني السي سير هذوك خلاو واحد انطباع جد جميل على الممثلين والمخرجين اللي مشاو ديبلاساو من كندا. فاحنا كذلك نزيدو نعطيوهم واحد انطباع اخر ونزيدو ناكد لهم بان احنا مغاربه كجاليه، فكنتضامنوا بعضياتنا وكنعاونوا بعضياتنا، واقل حاجه من غير كما قال السي حسن، من غير انه غادي تمشي غادي يعني تدعم واحد الاخوان ديالك اللي هما في واحد الفيلم، ولكن غتكون كخرجه ليك انت، غتكون كمناسبه باش تخرج من هاد الاجواء اللي كنعيشوا ديال الحجر الصحي، وكذلك غادي تكون فرصه باش تشوف واحد الفيلم. راه نسينا الافلام لان السينما كانت مقطوعه مده يمكن سنه، فغادي تكون فرصه جميله باش نرجعوا ونشوفوا الاجواء. وبالخصوص ليفينمون ديالنا تري بيان ان شاء الله غدا ولا بعد غدا او بلو تاغ، السي حسن غادي كوميونيكي معايا وغادي يشوف مع الاخوان ديالو المنتجين في اوبجيكتيف ناف، وغادي نحدوا اليوم بطبيعه الحال. السي حسن تنشكرك جزيل الشكر، جزيل الشكر على قبول الدعوة أولا، وعلى التلقائية ديالك، وعلى الوقت اللي عطيتينا، لأن في الأول كنا تنقول ساعة وقلتي لي راه محال واش غادي معايا أنا بعد فيا الهضرة بزاف. أروى راه صحوني يا الإخوان، راه قلت لك حسن الأخلاق ماشي سوء الأخلاق، خلعتينا خويا حسن دغيا شنقولك غيقطعوا هذاك قريب غيقول لك واشو هذا تيعرف خوتو في كندا وين من المصلين. هادشي اللي غايديروا الله يحفظك السي حسن، وتقدر نقول باسمي وباسم المتتبعين اللي كانوا معنا، فهما كان عندهم واحد البليزير انور باش انهم يشوفوا حسن الفد واحد اخر، يشوفوا الشخصيه ديالو، يشوفوا الحياه الشخصيه وكذلك الموازاه ديالها المهنيه، ونكتشفوا عبر الحديث اليك لعده اشياء اللي ربما كانت خفيه او لا بطريقه او باخرى الناس كيبتتو فيها بعض السموم والناس ما كيعرفوش الحقيقه. فاليوم اكتشفناها مع السي حسن وكنا جد سعداء. السي حسن عندك شي اضافه؟ نسدوا الملف هذا ديال الملف نسدوا المحضر. اذا دمتم في رعايه الله وحفظه، لايف اخر بدون نديروا الاسئله ديال الناس ان شاء الله. اذا هذا ها هو، وشكرا لك سي حسن على الدعوه لك ان المره الجايه نديروا لايف الاسئله ديال الناس، نديروا انتراكتيفيتي مع الناس. اذا سي حسن تنشكرك لانه صراحه كان موعدني بانه غادي يكون واحد 15 دقيقه الاخيره ولا كذا غادي يكون اجوبه على الناس، لكن فيك ديباسينا يعني تقريبا ساعتين وربع دابا، فسي حسن هو جات من عنده. تبيكم ودي ان شاء الله الحلقه الجايه يكون واحد اللايف اللي يكون فقط اسئله دردشه على المفتوح، ويكون فيها الرايب ويكون فيها سيرو. اذا متتبعي صحه ما وكانت كندا مغاربه كندا، كان معكم هشام بلغان وضيفنا الكريم سيد حسن الفد الممثل والفكاهي الكبير. دمتم في رعايه الله وحفظه، الى اللقاء في حلقه قادمه ان شاء الله. السلام عليكم.